عملنا بإحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين يخصص المجلس هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارون وأجوبة الحكومة عليها. قبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدولي الأعمال، أحيط المجلس الموقر علما بتوصل مكتب المجلس بإخبار من كل من المستشار عبد اللطيف عمو والمستشار عدي الشجري، والذي يعلنان بموجبه عن انتمائهما للمعارضة بالمجلس، وذلك ابتداء من هذه الدورة. نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الآني الموجه لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول موضوع تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه. الكلمة لأحد السيدين المستشارين عبد اللطيف عمو أو عدي شجري، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد الرئيس، السيد وزير الدولة، السيد الوزير، الأخوات الإخوان المستشارون. فنثير الانتباه مرة أخرى إلى موضوع إشكالية الماء لبلادنا، واعتبارا لخطور الوضعية تتوالى التقارير الدولية والوطنية حول تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه وانعكاساتها على مستقبل البلاد. وفي هذا السياق كشف معهد الاستبصار الاقتصادي لحوض البحر الأبيض المتوسط بأن أحواض المغرب المائية ستفقد أكثر من نصف مخزونها من المياه خلال العقود المقبلة بسبب تحرك المياه الجوفية. وقد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن ترأس اجتماعا في يوم 5 يونيو 2018 خصص لدراسة إشكالية الماء، بعد أن أثار جلالته الانتباه في المجلس الوزاري المنعقد في 2 أكتوبر 2017 لمشكل الخصاص في الماء. وغير بعيد عنا في 26 شتنبر 2019 أصدر نفس المجلس جرس إنذار وحذرا من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل كبير نظرا للاستعمال المفرط والمكثف لهذه المادة الحيوية. وقد بينت دراسة دولية أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من الموارد المائية المتاحة في المغرب خلال 25 سنة المقبلة. فكيف سيتم السيد الوزير المحترم تحييل المخطط الوطني للماء والذي اعتمد في سنة 2015 حتى يستجيب لهذه التحديات التي ترهن المستقبل الاقتصادي والبيئي للبلاد؟ وما هي الأجوبة السياسية التي تقترحها الحكومة لتأمين مواردنا المائية؟ شكرا. شكرا سيد المستشار. في إطار نقطة النظام تفضل السيد وزير الدولة المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. الأسئلة الثلاثة الأولى يجمع بينها وحدة الموضوع. إذا ارتأى سيد الرئيس والمجلس الموقر أن يجيب السيد الوزير على هذه الأسئلة الثلاث جملة واحدة فسيكون ذلك أحسن لكم واسع النظر سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة في الموضوع. شكرا. كان من المفروض أن يكون هذا في قبل بداية الجلسة، ولكن لا نرى مانعا، ضروري من استشارة طارح السؤال فريق الدستوري هل متفقون مع طرح ديال السيد وزير الدولة فريق الدستوري والفريق التجمع الوطني الأحرار. بالنسبة لطرح السؤال يكون وحدة الموضوع بخصوص ندرة المياه، هل ترون مانعا في ذلك؟ سيد رئيس الفريق التجمع، لأن هناك وحدة الموضوع صحيح؟ نعم سيد رئيس، غير متفقين، وبالتالي سوف نقوم بوحدة الموضوع بخصوص الفريقين. لا، ثلاث الأسئلة الأولى.
بالنسبة لثلاث أسئلة، الفريق ديال فعلا الفريق ديال العدالة والتنمية نفس الموضوع، وبالتالي سوف نقوم بطرح الأسئلة الثلاثة. فريق الإخوين تفضل في إطار نقطة نظام. سي عمو تفضل. سيد الرئيس، نحن لا نرى موجبا لطرح الأسئلة الثلاث فيما يتعلق بسؤالنا نحن بالخصوص. السياق فاش متروح يختلف تماما عن السياق سؤالين آخرين، وبالتالي نرى أنه يستطلب جوابا خاصا. شكرا لكم ذلك. سوف نقف طرح الأسئلة ديال الفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري فيما بعد. لكم كلمة الإجابة على السؤال سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسادة المستشارين الذين تفضلوا بطرح هذا السؤال. بطبيعة الحال هذا الموضوع ديال الماء الآن هو موضع اهتمام كبير جدا من طرف الرأي العام الوطني، وكذلك السادة والسيدات المنتخبين. غدا في مجلس المستشارين عندنا لجنة موضوعاتية حول هذا الموضوع اللي ترتبط بالمخطط الوطني للماء. غير للتذكير فقط، هذا الموضوع هذا كما سبق وقلت هو لا يجب لا أن نهون منه ولا أن نهول منه، لأنه هذا واحد الموضوع فيه قلق دولي ماشي غير المملكة المغربية بالمناسبة. وهذا الموضوع لتزيد من الحدة ديالو هو أن المنتظم الدولي لم يستطع لحد الآن أن يتوافق حول واحد العدد ديال الأمور مرتبطة بالمتغيرات المناخية فيما يتعلق بسقف لارتفاع الحرارة على مستوى كوكب الأرض. اللي مهم بالنسبة لبلادنا هو أنه هذا المجال المائي كانت عندنا فيه سابقة، يعني منذ الستينيات من القرن الماضي بلادنا راكمت في واحد التجربة مهمة جدا، والآليات ديال الاشتغال اللي هي آليات تم تطويرها يعني خلال العقود الماضية ترتكز بطبيعة الحال على الحكمة والتخطيط، والتخطيط مرتبط بمخطط وطني للماء والمخططات الجهوية، والمحاور الكبرى ديالو هو تنمية العرض المائي اللي كنا تنشتغلوا به يعني طيلة العقود واللي عندنا فيه تجربة. اللي كنا ضفنا بطبيعة الحال هو الموضوع ديال التحكم في الطلب على الماء، التحكم في الطلب الماء كان طرح إشكال خاصة فيما يتعلق بالاستعمالات الكبيرة كالفلاحة، وهذا أدى في واحد الجهد فيما يتعلق بالاقتصاد في المياه ديال الري. والمستوى الثالث هو الحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية من التلوث، وهذا كذلك في واحد العدد ديال البرامج. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. لكم كلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير على جوابكم. سيد الوزير، أنا كنعتبر بأن الإشكال أخطر مما نتصور جميعا، فغادي نعطي واحد مؤشر. هو أنه في 1960 كانت الحصة ديال الفرد في البلاد هي 2500 متر مكعب في اليوم. الآن 2019 هبطت 650، وإلى استمرت الأمور على ما هي عليه في 2030 إلا ما تعملت حتى شي حاجة غادي نهبطوا ل 500. هذا مؤشر واحد باش نعبر بأن الوضعية خطيرة جدا، وخصنا نعملوا من أجل أن الحفاظ على الموارد المائية ديالنا. شكرا. شكرا السيد المستشار. لكم كلمة السيد الوزير اللي رغبتم في ذلك في إطار رضع التعقيب. لا، هو هذا الرقم ديال 2500 اللي كانت طرح في 1960 هو رقم بالمناسبة مؤشر على السنة ديال 2500 متر مكعب للاستهلاك الفردي. وهذا الرقم هذا في حد ذاته في 1960 كانت فيه مبالغة في الطريقة ديال الاحتساب ديالو، لكن هذا ما تيمنعش أننا نذكروا بأن النمو الديموغرافي ولو النمو العمراني غيكون عنده بطبيعة الحال على الأثر ديال الحصة ديال الفرد. ولكن أقول مرة أخرى لسنا في وضع مقلق فيما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. سيد وزير الدولة، بخصوص موضوعين منفصلين، الفريق الدستوري يتحدث عن جودة الطرق، وفريق العدالة والتنمية يتحدث عن المخطط الوطني لضمان الماء، وبالتالي هذو موضوعين منفصلين. بالتالي
بالنسبه للاستقلاليه. لكم الكلمه. السؤال الثاني موضوعه اليه مراقبه جوده الطرق. لكم الكلمه احد الساده المستشارين فريق الدستوري لبسط السؤال. شكرا السيد الرئيس، الساده الوزراء، السيدات والساده المستشارين. بدايه اهنئكم سيد الوزير على تجديد الثقه المولويه في شخصكم على الاستمرار على راس هذه الوزاره، ولا محاله ان شاء الله ان هذه الاستمراريه سوف تكون حامله لمشاريع تنمويه ولانجازات كبيره ان شاء الله. سيد الوزير، كما في علمكم بخصوص تقويم الدولي الأخير لنهاية 2018 اللي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم تصنيف المغرب في رتبة 43 من ضمن 137 دولة اللي شملتها هاد الدراسة، وهذا الترتيب لا يمكن إلا أن نصفق عليه، خاصة أن المغرب تصدر دول رائدة في هذا المجال، خاصة كانت اليونان في المرتبة 44، إيطاليا وبلجيكا. فسيد الوزير، فالهدف من تساؤلنا هو له غرضين، أو الغرض منه له هدفين. الهدف الأول هو تنوير الرأي العام بهذه المكتسبات، والهدف الثاني من السؤال وهو الأهم سيد الوزير، وهو تنبيه الوزارة إلى تدارك بعض الثغرات فيما يتعلق بجودة الطرق، خاصة وأن المواطنين يعانون من تدهور الحالات ديال بعض المقاطع الطرقية، سيما وأن العديد من هذه المقاطع الطرقية تم إنشاؤها حديثا، سواء تعلق الأمر بطريق السيار أو الطريق الوطني أو الطريق الجهوي. وقصد تدارك هذه الاختلالات، وقصد كذلك الحفاظ على الرتبة المتقدمة المشار إليها، فإن سؤالنا يتمحور حول تحديد الآليات المعتمدة وتحديد التدابير والإجراءات المتخذة لمراقبة وضمان جودة الطرق. وشكرا. شكرا السيد المستشار. لكم الكلمة السيد الوزير للإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار، وشكرا كذلك على التهنئة، هذا لطف منكم السيد المستشار. هذا الموضوع ديال الطرق، المملكة المغربية طوال العقود الماضية ركمت في واحد التجربة كبيرة جدا لا أدل على ذلك من المؤشرات. أولا عندنا تقريبا الآن 58 ألف كيلومتر ديال الطرق وطنية جهوية، والطرق المصنفة بشكل عام، ما نتكلموش على الطرق الغير مصنفة، الطرق القروية. عندنا الآن ما بين طرق السيارة والطرق السريعة حوالي 3000 كيلومتر، يعني أول دولة إفريقيا. أنتم عارفين بأننا غادي نكملوا إن شاء الله في السنوات المقبلة الطريق السريع اللي غير بالتزنيت بالعيون، واللي غيضيف بطبيعة الحال الحصة ديال الطرق السريعة. وعندنا واحد العدد ديال المنشآت الفنية من مستوى عالي جدا. المهم في هذا كله أن هذا يتم بمقاولات وطنية، يعني 100% مقاولات مغربية، بمكاتب دراسات مغربية، وبمهندسين وخبراء مغاربة. السؤال ديالكم تنصار في القضية ديال الجودة ديال هذا الموضوع هذا، أجيب يعني في عجالة. هذا الموضوع هذا مرتب بشكل دقيق جدا، بحيث أن الصفقات تعطى حسب التصنيفات ديال المقاولات، وحنا من الدول القليلة اللي تنعتمدوا التصنيف ديال المقاولات، وبالنسبة لنا هذا واحد الضمانة اللي تتخلي المال العام
عنده واحد العدد ديال الضمانات انه يتم بواحد الشكل او يتم صرفه بشكل معقول. بطبيعة الحال يمكن ان تقع بعض الاشكالات، وهذا فيه بطبيعة الحال فرق ديال التفتيش ديال الوزارة، واخر ربما انا كنت صدرت بلاغ وكان بلاغ مقصود هو ذاك المحور الطرقي اللي غادي من دار اقوبع الشفشاون على الطريق الوطني رقم 2، واللي كان فيه تقرير ديال المختبرات وكان فيه تقرير المفتشية العامة، وتم انزال العقوبات الزجرية في حق المخالفين. هناك واحد العدد ديال الطرق وهذا ينبغي الانتباه اليه، ليست كلها تحت مسؤوليه وزاره الجهاز والنقل واللوجستيك والماء، خاصه فيما يتعلق بالبرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه، وهذا موضوع اخر، لانه هذه مسالك او طرق قرويه تقوم بها جهات اخرى. حنا تنحاول قدر المستطاع اقول انه اذا طلب منا ان نعين على مستوى التتبع التقني او على مستوى استحضار واحد العدد ديال المعطيات، تيمكن لنا نديروا يعني نساعدوا فيها واحد العدد ديال الجهات الاخرى، والا فعموما هذا الموضوع بالنسبه الينا احنا منضبط. الان هناك محاور طرقيه صحيح تعرف تدهورا، وهذا راجع بطبيعه الحال كما اسلفت في عدد من الاسئله الاجوبه على واحد العدد الاسئله، عندنا بعض الاشكالات فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية للصيانة. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي موضوعه أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء المحترمين، سيد الوزير، ما هي الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية؟ شكرا. شكرا السيد المستشار، لكم كلمة السيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم. أنا قلت السيد المستشار عطا على ما أسلفت، يعني لكي نكون صرحاء، هذا الموضوع ديال المتغير المناخي يبدو أنه عموما الآن على المستوى المنتظم الدولي لا زال يراوح مكانه، معنى أن هاد واحد العدد ديال الالتزامات خاصة اللي اتخذت في باريس في القمة 21 التي تسعى إلى ضبط ارتفاع الحرارة، يبدو أن هذا الموضوع باش نكون فيه شوية يعني موضوعي يراوح مكانه. هذا عنده واحد العدد ديال الآثار على الكمية ديال التساقطات المطرية وعلى التوزيع ديالها، لا الزماني ولا المكاني. احنا بالنسبه لنا اللي مهم في المملكه المغربيه هو ان هذه المساله ديال الحكامه ديال القطاع تكون حكامه منضبطه فيما يتعلق بالمخطط الوطني والمخططات الجهويه. احنا تنشتغلوا وطنيا من خلال المخطط الوطني، لكن تنشتغلوا محليا من خلال الاحواض المائيه. عندنا 10 الاحواض في المملكه المغربيه، وهي احواض بالمناسبه لا تخضع للتقطيع الإداري، وتنحاول من خلالها أننا نعبئ الموارد المائية ونضبط استعمالاتها، واللي عندنا فيه تحدي كبير هو هذه القضية ديال ضبط الاستعمالات ديالها خاصة في يتعلق بالمياه ديال الري. والمستوى الثالث بطبيعة الحال الحفاظ على الموارد المائية من التلوث، وهذا بطبيعة الحال في واحد العدد ديال البرامج قائمة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، الكلمة لكم سيد المستشار إدارة التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أبدا أشكركم على المجهودات التي تبذلونها في هذا القطاع، وكذلك على الثقة المولية السامية لإعادة ترأسكم لهذا القطاع واستوزاركم له. قطاع الماء الذي أعطى بخصوصه جلالة الملك توجيهات الواضحة للحكومة من أجل اتخاذ تدابير استباقية لتوفير هذه المادة الحيوية عبر تبني العديد من الإجراءات والمشاريع الاستراتيجية. النقص السيد الوزير الحاصل في كمية المياه العذبة في المغرب يمثل خطرا حقيقيا في النمو الاقتصادي والتلاصق الاجتماعي والسلام والاستقرار السياسي. فاستهلاك المياه العذبة لم يعد يقتصر على توفرها
توفرها الحالي والمستقبلي، وإنما تعتمد على احتياجات الاستهلاكية التنافسية قطاعيا وجغرافيا. وما يزيد في الأمر سوءا أن هذا الوضع الرهيب بدأ بالتفاقم بسبب التغير المناخي السريع. التغير المناخي يؤثر على مصادر المياه من خلال تأثيره العميق على كل من كمية المياه، التوقيت والتغيير والشكل وشدة الترسيب. الحكومة السيد الوزير مشكورة بادرت إلى إنجاز مشروع تحلية مياه البحر وحفر العديد من الثقوب الاستكشافية ومواصلة بناء السود الكبرى حسب الإمكانيات وتزويد العالم القاري بالخزانات المتحركة، كلها مشاريع تشرفون عليها، لكن يبدو أن التراجع في إنجاز السدود كان له كلفته في استيعاب ملايير المياه الضائعة جراء الفيضانات التي عرفتها وهي مرشحة لكي تعرفها المملكة في السنوات القادمة، والتي كانت غير منظمة والناتجة أساسا عن آثار التغييرات المناخية على الموارد المائية. سيد الوزير، التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية لها آثار سلبية على الموارد المائية، خصوصا وأنها تسقط بشكل غير منظم. لذلك فإن إقراركم مبدأ الاستباقية أصبح أمرا ضروريا وملحا في القادم من الأيام، خصوصا وأن الموارد المائية في تضاؤل مستمر، وبالتالي عليكم سيد الوزير مواصلة إنجاز كافة السدود. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة سيد الوزير لرد على التعقيب في حدود الوقت المسابقة سيد الوزير. نعم، شكرا سيد الرئيس. لا غير فيما يتعلق بالمواصلة ديال بناء السدود، هذا محور من المحاور. الآن حنا الهدف ديالنا أننا نوصلوا ل 30 مليار ديال الأمتار المكعبة ديال القدرة ديال التخزين إن شاء الله في السنوات المقبلة. مؤخرا راه كان واحد البلاغ ديال الديوان الملكي، وحنا الآن في إطار الإجراء ديالو باش غيكون واحد المجمع كبير في الشمال ديال بني منصور وبوحمد ودار ميمون، اللي غيكون فيه تقريبا 1.4 مليار متر مكعب ديال الامطار اللي كانت كلها تتمشي تضيع في البحر الابيض المتوسط. انا اللي بغيت ناكد عليه هو انه فعلا هذه التغيرات المناخيه هي قائمه، لكن المملكه المغربيه عندها مميزه على الدول الاخرى انها لا تشترك في مياهها مع دول اخرى، وهذه واحد الميزه اللي تتخلينا بطبيعه الحال نحن نتحكم في الاستراتيجيه المائيه ديالنا. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. السؤال الرابع موضوعه الانقطاعات المتكررة للماء الشروب الذي يعاني منه سكان عدد من المناطق. كلمة لأحد السادة المستشارين من فريق استقلال الوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين. سيد الوزير، بالنسبة للانقطاعات المتكررة أظن أنه السؤال ما وضحش، ماشي الاقتطاعات، وربما نوضحها أحسن، ندرة المياه في بعض المناطق. فما هي الاجتهادات وما هي المبادرات التي تسعون لتقليل أو من حدة هذه الظاهرة التي لا تشرف المغرب؟ شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير لإجابة السؤال. شكرا سيد المستشار. أشرتم إلى الندرة التي تعرفها بعض المناطق خاصة في فصل الصيف، ولن عندنا واحد المعطى اللي هو مهم، هو أنه كانت هناك سنوات توالى فيها الجفاف. بعض المخزونات المائية اللي كانت تاريخيا تكفي لعدد من المناطق خاصة في المجال القروي، بعض الآبار غارت، بعض العيون كذلك غارت، وهذه الأنظمة المحلية اللي كنا اشتغلنا فيها في السنوات الفارطة باش نعمموا الماء الشرب في العالم القروي باش نوصلوا تقريبا من 14% بعد في السنوات التي خلت، يعني منذ عقود باش نوصلوا ل 97% اللي 40% إيصال فردي، لم تعد كافية. إذا الحل الجذري شنو هو؟ الحل الجذري هو أن جل أو كل المراكز القروية والدواوير أن تربط بالمنظومة ديال التوزيع على شاكلة ما هو في المدن، وبالتالي غيوليو عندها ثلاثة ديال المصادر، إما سد من السدود أو تحلية مياه البحر أو فرشة مائية، وكل وحدة فيهم عندها الترتيب ديالها. السدود بطبيعة الحال أنت تعلم سيد المستشار أن الأولوية فيما يتعلق بتوزيع الماء
الأولوية الأولى الماء الصالح للشرب، الأولوية الثانية للفلاحة، والأولوية الثالثة للطاقة، أو تحلية مياه البحر في بعض المناطق بحال اللي عندنا في الجنوب، أو الفرش المائية التي نسمح بها نحن كوكالات الأحواض المائية أن تستعمل. فإذا الماء غندخلوه في المنظومة، وهذا هو البرنامج الأولوي اللي كنشرف عليه جلالة الملك الله ينصرو، اللي غيمتد من 19 حتى 2026، اللي غيسمح بتدارك التأخر اللي كان على هذا المستوى ديال هذه المنظومة، واللي هو جاي النتيجة لواحد العدد ديال المتغيرات كما أشار إليها الزملاء المستشارين ديال التغيرات المناخية. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق استقلالي، تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، الهدف من هذا السؤال اللي يطرحوا اللي يوضعوا بحدة الفريق الاستقلالي، أولا لتشجيع المبادرات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال. احنا ما كنبخصوش العمل الجاد والاجتهادات المبذولة في هذا المجال، ولكن راه تيبقى المواطنين في حاجة للمزيد، ونعطيو أولويات لبعض الجماعات المتضررة خاصة اللي فيها الماء قريب. عيب باش نشوفوا في أزيلة مثلا الماء ما كاينش والماء غي كيضيع. عيب باش نشوفوا في وزان الماء ما كاينش. وعاد جانا الفريق واحد مجموعة الإخوان تيتشكاو من جماعة الدير وجماعات الدومومن من هادو في إقليم تارودانت، بحيث لا مسالك طرقية، وهذه فرصة وانتم المشرفين على هذه المسالك، لا الماء، هذه الجماعة الدير، بحيث أنه يصعب على الآن الإنسان يقلب على ماء باش يشرب، فما بالك أنه غادي يشرب البهائم نتاعه أو يستغلها للفلاحة. ففي هذا الوقت القرن 21 أظن، وبعد الخطابات السامية لجلالة الملك، ما بقاش مجال أننا نستثمر في شي حاجة أخرى غير نضمنوا الماء الشروب لساكنة العالم القروي، التي طالما أننا العناية بالعالم القروي وكتبقى خزان الأصوات فقط. فأنا ما كنلومكم سيد الوزير وكنشجعكم، راه ما كنبخصوش العمل ديالكم، كنكررها مرتين وأنا في المعارضة، ولكن ملي كتكون عمل جيد راه حنا كنصفقوا له، ولكن يجب الاجتهاد وإعطاء الأولوية للجماعات المتضررة والمتضررة أكثر سيما، وتكون نقد الماء قريب عليها. فكنتمنى لكم التوفيق باش على الأقل تعالجوا هذا الضرر. ما نهضرش على العيون، ما نهضرش على فيكيك، ما نهضرش على جرادة، وراه انتم هذه المناطق تعرفوها اكثر مني، لان هذا مشكل بنيوي خصنا نتخلصوا منه. الله يجازيكم بخير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار. لكم الكلمه سيد الوزير، رد على التعقيب. شكرا سيد المستشار. انا نبدا من حيث انتهيت سيد المستشار. هذا مشكل بنيوي. لو قلت للسادة المستشارين أن هذا الموضوع غنفضيوه حالا لاتهمت بأنني أكذب على المستشارين وعلى الرأي العام. هذا التدارك، هذا الخلل، هذا خصو سنوات، لأنه من قبل ملي كنتي تدير منظومة محلية كان الأمر سهل، تدير شاطو وتدير بومبا وتدير إنبورن فورتين، وأنت الآن خصك تجيب، وانت عارف هذه القضية، خصك تجيب قنوات الجر وهي عادة انت تكون كبيرة، إذا خصك تنزع الملكية وتلقى وهذا خصو وقت. حنا تنقولوا هذه الحلول الجذرية نحن ملزمون أن نقوم بها، نحن ملزمون. وهنا هذاك البرنامج الأولوي اللي تكلمت عليه ديال 19-26 راه فيه 115 مليار ديال الدرهم، بمعنى أن الدولة المغربية والحكومة لم تستكثر على المواطنين هذه المبالغ هذه. غاية ما هنالك هذا خصو واحد شوية الوقت التنزيل ديالو. في انتظار اننا ننزلوا غادي نستمروا في علاج هذه الاشكالات هذه اللي تتوقع. شكرا السيد الوزير نتاع الوقت. السؤال الخامس موضوعه تنظيم الولوج الى ميناء الداخله. الكلمه لاحد المستشارين فريق الحركي، تفضل السيد المستشار. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، زملائي المستشارين، سيد الوزير، يتوفر المغرب على العديد من الموانئ بحكم موقعه على الساحل المحيط الاطلسي. هذه الموانئ سيد الوزير توجد بها العديد من البواخر التي تدخل ضمن التصنيف المتلاشيات، بواخر
لا تعمل، 5 سنين 6 سنين 10 سنين فيها اللي عصاد على حكم قضائي، فيها اللي غير خلاها مولاها بحال هكا، واصبحت تنعكس سلبا على البواخر التي تعمل في قطاع الصيد وتعيق تفريق المصطادات. هنا أركز سؤالي على ميناء الدخلة بطبيعة الحال الذي يعاني من نفس الشيء، واللي كنت تكلمت معكم السيد الوزير عليه مرتين، مرة هنا ومرة بمدينة، زيارتكم مع الوزير الأول في المدينة الداخلة. ماذا ستتخذ وزارتكم من أجل حل هذا المشكل في جميع الموانئ وبالأخص بصفة استعجالية بميناء الداخلة اللي بطبيعة الحال يعاني من هذا المشكل؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار، وانت نعتذر لك، حنا ما فهمناش هذا الموضوع السؤال بهذه الطريقه هذه، ولكن مع ذلك انا نجاوبك لانك تكلمتي معايا في هذا الموضوع. وانا ليست كل الموانئ المغربيه تعاني من هذا الاشكال ديال القوارب او التي يترك اصحابها وتكون عرضه لل سميتو. عندنا في بعض الموانئ بطبيعه الحال، عندنا في الموانئ الجنوب واحد المجموعه منها. طيب، النقاش اللي كان بيني وبينك سيد المستشار حول هذا الموضوع اللي هو مهم جدا ان نذكر به، أنه القوانين المعمول بها لا تسمح إلا إذا كان هناك حكم قضائي يحوز كما يقال القانون قوة الشيء المقضي به. ونذكرك سيد المستشار أن كان عندنا واحد الباخرة وتكلموا عليها كثيرا اللي كانت في حدا الميناء ديال طرفايا، يلاه الآن في هذه الأيام إن شاء الله نتمنوا أننا نفكوها، لأنه لا يمكن للإدارة المغربية أن تتدخل خارج الأمور اللي هي منصوص عليها قانون. وهذا بمناسبة ما تيوقعش غير في الموانئ، حتى فيما يتعلق بفسخ الصفقات، عندما نفسخ صفقة معينة مع مقاولة معينة لا نستطيع مس الموارد اللوجستية ديالها إلا بحكم قضائي. وهذا الشيء هذا ديال الدخلة أتمنى أننا غنعالجوه إن شاء الله في هذا الإطار. على كل حال، الدخلة إن شاء الله مقبلة على ميناء كبير اللي غيكون ان شاء الله في مستوى دولي ان شاء الله تعالى. شكرا سيدي. شكرا السيد الوزير، لكم كلمه السيد المستشار في اطار التعقيب. شكرا السيد الوزير. انا السؤال السيد الوزير خصص به ميناء الداخله، لان بطبيعه الحال ميناء الداخله وفيه بطبيعه الحال واحد كثافه ديال في قطاع الصيد البحري وتفريغ للمصطادات كبير جدا، كبيره جدا. هذه الباخره المتواجده داخل سريج ميناء الداخله اللي تمرت عليها دابا فايته 7 سنين، اللي كتحتل واحد 28 متر من اصل 250 متر، كتعيق تفريغ هذه المصطادات. في المقابل كاين التوسعه، كانت التوسعه 3 سنين و4 سنين، هذه التوسعه لا يتم استغلالها بالشكل الكافي. مفرقه، ما هي الاسباب اللي كتخلي الوكاله الوطنيه للموانئ انها تمنع اصحاب المراكب انهم يفرقوا في الجهه الجديده؟ كاين مشكل السيد الوزير. ثانيا، هذا الازدحام على تفريغ المصطادات كيكلف اصحاب المراكب اموال طائله في الاصلاح، في التنقل الى مدينه طنطان، علما ان الداخل ما فيهاش شونتينافال لاصلاح ديال المراكب. بطبيعه الحال السيد الوزير، اصبح من الضروري بطبيعه الحال التخلص من البواخر، كانوا جوج، واحده تخلصت منها السلطات الولائيه بالتنسيق مع المهنيين هذه 3 سنين، بغات هذيك تما. يعني المشكل راه بسيط سيد الوزير، ولكن انعكاساته كبيره ومضره للمصطادات. راه الباخره الا كانت تشد النوبه باش تفرق ساعتين ثلاث سوايع، راه 20% من المصطادات ديالها غتمشي كوانو، قد يطيح القيمه الشرائيه ديالها، وقد ينعكس سلبا على مداخل ديال الخزينه وديال الدوله وديال المهنيين. شكرا سيد الوزير. شكرا السيد المستشار، كلمه لكم سيد الوزير رد على التعقيب. المستشار، هي الوكاله الوطنيه للموانئ لا تألو جهدا في سميتو، ولكن انا هذا الموضوع اعدك بانني سانظر فيه عنا كتب ان شاء الله. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. السؤال السادس موضوعه مآل الالتزامات بتنفيذ الاتفاقيات الموقعه لتطوير البنيه التحتيه الطرقيه. الكلمه لاحد المستشارين فريق الاصاله والمعاصره لتقديم السؤال. سيد المستشار تفضل. شكرا سيد الرئيس، الساده الوزراء، الساده والسيدات المستشارين المحترمين. سيد الوزير المحترم، أمام ضعف التزام الحكومة بالعديد من الوعود التي قطعت على نفسها من أجل تطوير شبكة الطرق ببلادنا، نسألكم سيد الوزير حول مآل التزام وزارتكم بتنفيذ اتفاقيات الموقعة لتطوير بنية تحتية للطرقات في جميع أنحاء المغرب، وشكرا. شكرا سيد المستشار. سيد الوزير، لكم كلمة لإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. سيد المستشار، الأرقام اللي عندنا بالعكس تقول عكس ما تفضلتم به في سؤالكم. أولا، احنا غير كوزارة، ما نتكلمش أنا على القطاعات الأخرى،
عندنا الآن منذ 2012 إلى الآن 149 اتفاقية شراكة في مجال الطرق، دون احتساب تلك المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية واللي هو الغلاف ديالو 15 مليار ديال الدرهم. هاد 149 اتفاقية الغلاف المالي الإجمالي ديالها 35.6 مليار ديال الدرهم، تمثل حصة الوزارة منها حوالي 16 مليار ديال الدرهم. ومن بين هذه الاتفاقيات كما لا يخفى عليكم كاين واحد 19 اتفاقية تم التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة، ونحن بطبيعة الحال بصدد تنزيلها. هل هناك عوائق دون تنزيل هذه الاتفاقيات؟ صحيح، منها وأنا أذكر هذا باستمرار عدم توفير الشركاء لحصصهم من تمويل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. باقي تنتسالو حنا الجماعة الترابية 745 مليون ديال الدرهم، وعندنا الآن قيد التوقيع اللي وقعت عليه منذ أيام 6 ديال الاتفاقيات فيهم تقريبا مليار و200 مليون ديال الدرهم، تقريبا 90% تمويل ديال وزارة الجيز والنقل والوجستيك والماء. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، الكلمة لكم سيد المستشار ردي على التعقيب أو في إطار التعقيب، تفضل. شكرا سيد الوزير على التوضيح. صحيح أن الوزارة تبذل مجهود كبير في سبيل تطوير الشبكة الطرقية ببلادنا، ما يخفاش عليكم السيد الوزير المحترم كاين مجموعة من المشاكل وأنتم تطرقتوا لها على أساس كاين واحد مجموعة اتفاقيات والجماعات ما كتلتزمش بالإمكانيات المخصصة لها لتوفير هذه الطرق. أنتم عارفين السيد الوزير الحمد لله حنا مغاربة وكندوروا في بلادنا وكنتسالوا في بلادنا وكنشوفوا مجموعة ديال الطرق اللي هي طرق ما نسميوهاش الطرق، نسميوها بيستات. والتنمية بلادنا كتجلى هي ملي كنشوفوا الطرق، ملي كنشوفوا الطرق كاينه في المغرب كنقولوا على اساس كاينه التنميه في البلاد. كاين مجموعه ديال الطرق سيد الوزير المحترم كنشوفوها في بعض المواقع الالكترونيه وبعض المناطق نمشيو لها العيب نشوفوا ديك الطريق كيفاش الاخوان كيطرقوا دابا على الماء والاخر تكلم على اساس فك العزله. حنا الاهتمام ديالنا سيد الوزير هو الطرق في العالم القراوي، كيف يعقل انت حسيت ساكن في واحد المنطقه جبليه والامكانيات عنده محدوده والظروف اللي كيعيشها والتساقط ديال الثلوج والناس الحوامل او الناس اللي كتمشي تولد ما كيلقاوش حتى كيفاش يهودوا لنا المدينه، ما كاينش حتى الولوج باش يهودوا المدينه. انت كتعرف دابا داخل الشتي ان شاء الله كاين بعض المناطق في المغرب اللي الانسان صعيب عليه كيفاش يعيد يتنقل من ديك المنطقه الجبليه الى المدينه، هذا هو اللي كيسبب الهجره، الناس كتمشي للمدينه. كاين واحد الاتفاقيه السيد الوزير هي بالنسبه للطريق السياره اللي كنتوا خصصوا له الاعتمادات ديالو، طريق السيار الرابط بين الرباط ومدينه طنجه وعلى فاس، الامتداد ديالو 260 كيلومتر، كلفه الاجماليه ديالو 14.8 مليار درهم، وكان خلال 4 سنوات حنا كنشوفوا باقي ما كاين والو في الطريق السيار. من جهه اخرى السيد الوزير وضعت وزارتكم مخطط استعجالي 2017-2021 الذي تضمن العديد من الالتزامات وسط العديد من الاهداف التي وعدت. هل نريد منكم فكرة أو مباسطة حول مستوى تقديم إنجازات هذا المخطط وتحقيق أهداف مسطرة خاصة وقد مرت نصف المدة الزمنية المخصصة له؟ وشكرا سيد الوزير المحترم. شكرا سيد المستشار، كلمة لكم سيد الوزير لرد على التعقيب، تفضل. أولا سيد المستشار غير التصحيح، راه ما عمرنا درنا شي اعتمادات ديال طريق السير ديال فاس طنجة، تكلمتي على 14 مليار ديال الدرهم، ما كاين حتى فشي برنامج من البرامج لا ديال الحكومة دراسة. على كل حال إذا كانت الدراسة هذه كانت الدراسة الأولية، سينيتيود بريليمينير اللي تتعطيك غير. طيب هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية أنا نقول لك السيد المستشار للإنصاف، للإنصاف لا أعرف بلدا في المحيط ديال المملكة المغربية سواء في أوروبا أو هنا اللي خصص 36 مليار ديال الدرهم، 4 مليار ديال الدولار الأمريكي للطرق القروية. هذا كاين في برنامج، هذا برنامج حنا تنزلوه على مدى 7 سنوات، يعني في هذاك البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية أكبر مكون هو الطرق القروية، ودارت فيه 36 مليار ديال الدرهم والآن يتم تنزيله، ونحن حريصون لا حكومة ولا جهات على أن يتم تنزيله بشكل. هل لا زال هناك خصص؟ أكيد، وحنا تنقولها وانا تنقول مرارا، راه المشكل ديال الطرق ليس فقط بناؤها، يجب التفكير في صيانتها. والطريق عادة إلى دارت بطرق معقولة خصها تزار كل 10 سنين خصك دير لها الصيانة ديالها.
فاحنا غادي نديروا الصيانه ديال الطرق المصنفه كوزاره الجيش، لكن الطرق القرويه الاخرى على من يقع عبء صيانتها؟ وهذا موضوع خصو يتناقش، خصو يتناقش مجلس النواب، يتناقش مجلس المستشارين، ويتناقش، لانه رحنا تنتكلموا ما بين البرنامج الاول الى الان غنكونوا تجاوزنا 60 مليار ديال الدرهم اللي صرفناه في هذا سميتو، يعني حوالي 6 مليار ديال الدولارات الامريكيه. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. السؤال الموالي موضوعه المتاخرات التي في ذمه المكتب الوطني للكهرباء والماء والصلاه والشرب لفائده المقاولات. الكلمه لاحد الساده المستشارين فريق الاشتراكي لبسط السؤال. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين. سيد الوزير، هناك واحد العدد ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي أخذت صفقات، وأتحدث عن أشغال بسيطة وليست صفقات كبرى، 5-6 مليون درهم، 7-8. للأسف الشديد هناك تأخر في أداء المستحقات، خاصة في الشق المتعلق بالتزود بالماء الشرب. نقول لك يعني نصل الآن حوالي سنتين، وهذه مقاولات صغرى، ما رقم عملها ضعيف وتكاد تصل إلى حافة الإفلاس جراء هذا التأخر. واش كاين شي إجراءات للتسريع بتأدية هذه المستحقات؟ شكرا سيد المستشار. كل كلمة السيد الوزير اللي إجاب على السؤال. شكرا سيد المستشار، كلام صحيح سيد المستشار، لا يمكن نكران هذا الموضوع. فعلا أنا طلبت الأرقام إلى غاية اليوم فيما يتعلق بالقطب ديال الماء. عندنا 950 مليون ديال الدرهم لفائدة الممولين، 742 مليون ديال الدرهم بلغات الأجل الاستحقاق ديالها اليوم 22، و209 مليون ديال الدرهم ستبلغ لاحقا، علما بأنه المكتب الوطني إلى غاية غشت 2019 أدى تقريبا واحد 320 مليون ديال الدرهم. أنا نقول لك سيد المستشار، إذا كان هذا يمكن أن يطمئنك، هو إحنا واقفين الآن بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء على العقد البرنامج، لكن بالنسبة لنا إحنا جميع المداخل اللي غتكون، لأن غتكون هذه الأيامات شي مداخل مرتبطة ببعض الترتيبات اللي تنديروها، ستعطى الأولوية لهذه المقاولات. الآن ذكرتي لي بعض المقاولات ديال اللي تتسال 7 مليون ديال الدرهم، زيان إذا كان عندك شي لائحة أنت مدني بها. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. لكم الكلمة في إطار التعقيب السيد المستشار. شكرا سيد الوزير. حقة الأمر أنا سقتها على سبيل المثال، لأنها هي المعرضة للقتل أولا إذا كانت تأخر، ماشي من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولكن يعني صفقات أخرى. ذلك الإشكال ربما سيد الوزير أجل الاستحقاق وصلت هذه مدة. نعطيك مثال ديال قرض ديال البنك اليابان ديال الجيكا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، تم تمديده ثلاث مرات، وللأسف المسؤولين على المكتب لم يوفوا بالتزاماتهم. إشكال أعمق من هذا، أنتم كتعرفوا السيد الوزير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دمجهما بقانون، للأسف الشديد تدمجوا بقانون ولكن باقي عمليا كل مكتب كيشتغل بوحده، وضخت الدولة ملايير لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء، ولكن للأسف الشديد باقي النتائج غير واضحة. والدولة بطبيعة الحال بكل مكوناتها وراء رأس سجلة الملك تحث على تسوية المستحقات والمتأخرات. اليوم احنا مطالبين أن ننسجم مع الخطاب الرسمي. بالأمس فقط السيد وزير الاقتصاد والمالية يقول سندعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن أن ندعمها مزيان، ولكن سيدي على الأقل أعطيه هذاك الشيء اللي كتسال. أنا أعطيك، عندي أنا حالات بأنه الاستحقاق وصل هذه شحال، ماشي دابا، ماشي اليوم وصل الاستحقاق، وصل أكثر من 6 شهور وباقي للأسف الشديد. لذلك السيد الوزير رجاء تكون شوية ديال الجدية من طرف هاد المسؤولين على هذا المكتب الوطني، سواء ما يتعلق الشق المتعلق بالكهرباء ولا بالماء الصالح للشرب، لانه التسليم واقع منذ مده ديال المشاريع، التسليم واقع، المقاولات سلموا ومازال كيشتغلوا، اليوم كيشتغلوا معهم بدون ادنى درهم اللي كتعطي. لذلك فاذا كان مقاولات مواطنه حتى احنا خصنا ندعموها ونشجعوها على الاقل، واضعف الايمان بان نعطيها ما تستحق ونعطيها المتاخرات ديالها بلا ما نساهموا في
بشكل غير مباشر وغير إرادي في قتلها. شكرا. شكرا سيد المستشار. لكم الكلمة سيد الوزير لرد على التعقيب. سيد المستشار، أنا ما في حقيقة أنا ما تنجادلش في هذا الشيء اللي قلتي صراحة، لأن هذا موضوع يعني أكاد أقول لا يمكن أن يتناطح فيه عنزان. الأمور واضحة، بالعكس المكتب الوطني للكهرباء والمصايش يخلصهم ويعتذر لهم، هذه مستحقات ديالهم، ما يمكنش نمنوا عليهم. أنا غير قلت فاش تكلمت عطفت على واحد القضية أنت قلتيها، قلتي هادو ديال 7-8 مليون ديال الدرهم أرقام معاملات بسيطة، قلت لك إذا كان عندك شي لائحة مدني بها. ولكن على كل حال الوضعية ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب معروف، وأنا أعرفها جيدا لأنه تذكر أنني في الحكومة السابقة كنت وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. المكتب الوطني مقبل على عقد برنامج. المكتب الوطني حنا تنحافظوا عليه كمؤسسة استراتيجية للبلاد، رغم ما يمكن أن نقول إلا أنه أدى خدمات جلة للبلاد. رامي تنتكلموا على الكهرباء القروية وعلى إيصال الماء الشرب، راه درج. وأنا دائما كنت يعني كنت أحرص على أن هذا الخزان اللي عندنا ديال الأطور وديال التقنيين خصو بطبيعة الحال يجب أن 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 نحافظ عليه ونساعد. الآن بطبيعة الحال هو دخل في واحد المرحلة في واحد العدد ديال الاستثمارات بطلب من الدولة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالمجال القروي. هذا كان عنده أثر على التوازنات المالية ديالو. أنت تتعرف هذه القضية سيدي المستشار، إما غادي تكون شركة ربحية كاين مقتضيات، يمكن تجي عندك الدولة تقول لك سير العالم القروي تقول لا أنا هذاك الشيء ما مسلكنيش، وإما أن الدولة تحمل مسؤوليتها. حنا الآن في إطار هذا العقد البرنامج الثاني غنحاولوا نصحوا واحد العدد ديال الاختلالات، والأولوية معطيه لهاد المقاولات الصغرى والمتوسطة. فإذا ماشي مشكلة القضية ديال أن الأجل استحقاق قبله، أنا متأكد أنه كاين اللي تينتظر ربما هذه شهور باش يتخلص، وأنا قلت بأنه خص المكتب الوطني ملي يخلصهم يزيد يعتذر لهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. في إطار نقطة نظام سيد المستشار تفضل. سيد الوزير على اساس كذبنا حنايا وبان ما حنا ما عارفين شيء وما فاهمين لا ما عندهاش علاقه بنقطه دا سيد المستشار لا علاقه. سيد المستشار انا غادي نقطع الميكرو، لان الا سمحتي لي سيد المستشار، نقطة نظام من الضروري طبقا للنظام الداخلي ان تنصب متعلقه بسير جلسه، وبالتالي سوف ما غناخذوش هذا الشيء بعين الاعتبار في المحضر. شكرا. نمر الى السؤال الموالي. السؤال الموالي موضوعه المخطط الوطني لضمان الامن المائي للبلاد. الكلمه لاحد الساده المستشار من فريق العداله والتنميه لتقديم السؤال. تفضلي السيده المستشاره. رئيس الساده الوزراء المحترمون، السيدات والساده المستشارون المحترمون، تعد سياسة الماء بالمغرب سياسة متجدرة اتسمت بالاستشرافية والتبصر، قد مكنتنا من التوفر على ترسانة مهمة من التجهيزات الأساسية المائية الجد قوية، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد تسارع نفاد المخزون المائي وإجهادا مائيا يهدد الأمن المائي لبلادنا. لذا نسألكم سيد الوزير عن المخطط الماء الوطني للماء، كيف يمضي في بعده الاستراتيجي من أجل تحقيق أمن مائي للبلاد لأفق العام 2050. وشكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة لكم سيد الوزير. سيد الرئيس، مرة أخرى تنقول هذا الموضوع الماء لا ينبغي لا التهويل منه ولا التهوين منه. ما كاينش هذا المسألة ديال نفاد المخزون المائي. غاية ما هنالك أن المملكة المغربية عندها 22 مليار الأمتار المكعبة، فيها 18 ديال الملايير اللي هي مياه سطحيه، وفيها 4 الملايير اللي هي مياه جوفيه. وحنا ملي تنتكلموا على 4 الملايير المياه الجوفيه يعني المياه التي يمكن استغلالها. اما شنو اللي عندنا في المياه الجوفيه الله اعلم به، لان هذا موضوع اخر. طيب هذا الموضوع هذا ديال الامن المائي يحكمه تصور، هذا التصور مرتبط بالمخطط الوطني للماء، وهذا المخطط الوطني للماء هو محوري في الحكامه. والأهمية ديالو إلى رجعنا، راه جلالة الملك في 2001 خطب في الافتتاح ديال الدورة التاسعة ديال المجلس الأعلى للماء والمناخ باش نديروا المخطط الوطني للماء. احنا الآن بصدد إنهائه، إن شاء الله نتمنى أن ننهيه قبل نهاية هذه السنة لكي يعرض على اللجنة التي رأسها السيد رئيس الحكومة، وبعد ذلك نمر إلى المجلس الأعلى للمناخ، لأن هذا هو صمام الأمان. متى تكون الحكامة مضبوطة على المستوى الوطني على مستوى الأحواض المائية سنتحكم ان شاء الله في هذه الاشكاليه ديال التعبئه من جهه والاستعمالات
من جهة أخرى. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، لكن الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير على توضيحاتكم. الوضعية المائية بالمغرب جد مقلقة كما جاءت به التقارير الدولية والوطنية، بل أصبحنا نعد من بين الدول المهددة بشكل كبير بشح الموارد المائية. الأسباب متعددة، منها الطلب المتزايد مقارنة بالمخزون، الاستغلال المفرط للمياه الجوفية حيث أنها أكثر من 800 مليون متر مكعب الغير متجددة يتم ضخها سنويا في عدد من المناطق، إشكالية توحل السدود، أيضا إشكالية تلوث الأنهار، وأيضا إشكالية المطارح العمومية الملوثة للفرشات المائية، أيضا إكراه التغيرات المناخية حيث أن 75% من الموارد المائية هي سطحية وبالتالي هي معرضة بشدة للتغيرات المناخية. هناك أيضا الهدر وسوء التدبير، فأكثر من 8 ملايير متر كوب كان من الممكن تخزينها إلا أنها تبخرت أو صرفت في البحر أو كانت عبارة عن تسربات في شبكات التوزيع. لابد إذن من التسريع بإخراج المخطط الوطني المحين والعمل على تنفيذه بهدف ترشيد وعقلنة استعمال الماء، ترشيد المياه الموجهة للمجال الفلاحي باعتباره يستهلك 80% من الموارد المائية، تحقيق توزيع مجالي عادل للماء، ف 70% من الموارد المائية تتوزع على 27% من التراب الوطني فقط. وأخيرا، فإننا نعتقد سيد الوزير أن المخطط المائي المنتظر يجب أن يرتكز على مقاربة شاملة ومندمجة فيما بين القطاعات تتحقق بالتنسيق الما بين المؤسسات. أيضا لابد أن تعتمد على الأنهار الصناعية كاستراتيجية تحقق التضامن بين الجهات، أيضا الاعتماد على التفريعات البحرية التي تمكن من خلق مناطق رطبة داخلية وتسهل عملية تحلية مياه البحر بالداخل، أيضا اعتماد النجاعة المائية على غرار النجاعة الطاقية، وأخيرا إعادة استعمال المياه العادمة واللجوء إلى تحلية مياه البحر كبدائل. وشكرا. شكرا سيد المستشارة، لكم الكلمة رقم 2 في ذلك. تفضل السيد الوزير لرد التعقيب. أنا قلت قبيلة السيد الرئيس غدا إن شاء الله عندنا اللجنة الموضوعاتية حول هذا الموضوع الماء، وحنا نتكلموا على الخطوات اللي تمت فيما يتعلق بالمخطط الوطني للماء، وهذا أكيد سيكون مفيدا بطبيعة الحال السيدات والسادة المستشارين. غير في الجانب الآخر يجب أن نتذكر أن المملكة المغربية الآن عندها 145 سد كبير، أكثر من 125 سد صغير، وواحد العدد ديال السدود التلية. البرامج اللي عندنا أننا نوصلوا إن شاء الله 30 مليار ديال الأمطار المكعبة ديال الطاقة الاستيعابية، هي اللي غادي تخلينا ضابطين هذه المعضلة ديال توالي بعض سنوات الجفاف. وهذا بالمناسبة يجب الرجوع شوية للتاريخ. راه المملكة المغربية كانت دائما تتعرف هذا الصعود والهبوط في التساقطات. راه في 1962 كانت عندنا تقريبا 50 مليار الأمطار المكعبة اللي سقطت، وجات جي سنوات أخرى تتكون عندنا 3 مليار الأمطار المكعبة. هادشي علاش الحكامة هي اللي غادي تسمح لنا بطبيعة الحال بضبط شنو اللي كان عندنا إشكال، هو اللي الآن خصو يبرز في المخطط الوطني للماء، هو الإشكال ديال الاستعمالات. استعمالات لأنه يجب أن تنضبط إلى هذه المسألة ديال الموارد، خاصة المياه ديال الري فيما يتعلق بالاقتصاد في المياه ديال الري إلى غير ذلك. أما الإمكانية ديال استعمال مصادر أخرى كالتحلية أو استعمال المياه العادمة، ما في ذلك شك أن هذا داخل في المخطط الوطني للماء. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي موضوعه مواجهة الكوارث الطبيعية. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الأثار والمعاصرة لتقديم السؤال. السيد مربوح تفضل. شكرا سيد الرئيس. السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، سيد الوزير، بعد الأحداث الأليمة الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي عرفت العديد من المناطق بالمغرب والتي تسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية، نسائلكم حول نجاعة السياسة التي تنهجه الحكومة لمواجهة الكوارث الطبيعية. وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة سيد الوزير للإجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار. كما لا يخفى عليكم سيد المستشار، هذا الموضوع بطبيعة الحال ديال الكوارث الطبيعية تنتظم عدد من المخططات فيما يتعلق بوزارة الجيز والنقل واللوجستيك والماكين. واحد الشق اللي هو شق مائي اللي مرتبط بالمخطط اللي عندنا الذي تم تحيينه مؤخرا، لان كان ضبط في سنة 2003 400 موقع مهددة بالفيضانات، ثم حيينا اصبح عندنا اكثر من 1000 موقع، ولتسمح لنا بطبيعة الحال الان سواء استباقيا بالتدخل
لكي لا تقع هذه الكوارث أو التدخل بعد وقوع هذه الكوارث. على مستوى الطرق سيد المستشار تتعرف بأن عندنا واحد المرحلة ديال الاستعداد اللي تنديروها قبل ما تدخل المرحلة الشتوية. السنة الماضية درناها فرزازات الانطلاقة ديالنا، هذه السنة إن شاء الله غادي ننطلقوا إن شاء الله من ميدلت، وفيها واحد العدد ديال الإجراءات على مستوى تعبئة الموارد المالية وعلى مستوى تعبئة الآليات. هناك الآن واحد العدد ديال التحيينات اللي غتوقع بين وزارة جيزو النقل ووزارة الداخلية في واحد العدد ديال المواقع، وهي اللي غادي تخلي التدخل ما بين مختلف المتدخلين سيكون ناجعا، لأن العدد ديال الأقاليم اللي تزادت اللي متعلقة بهذا النوع الكوارث ارتفع. الآن نحن نتكلم على حوالي 22 إقليم التي تفترض أن يكون التدخل ناجزا ومنسقا. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير. لكم كلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير على التوضيحات. كما أشرتم قبل سيد الوزير، تقلبات المناخية أصبحت الآن معطى، وهي اللي كتسبب في أمطار غير منتظمة وقوية، وكتسبب في أمور من بينها الأودية اللي كتحمل بقوة. وهنا السؤال ديالي السيد الوزير وهو الاستباقية، مثل داكشي اللي كديروا بالنسبة للثلوج، ملي كتكون واحد الحالة كتهبطوا البارير وكنتفاداو الخسائر. القضية اللي وقعت في الواد ديال الدرمشان من بعد الرعدة ومن بعد الحملة القوية، لو كان كانت البارير هبطت بطريقة أو بأخرى، يعني تحبس هذا ديال الطريق، ما يوقعش داكشي اللي وقع. السؤال الثاني السيد الوزير وهو المناطق التي تتسم بهذه المخاطر وهي معروفة، وهي قلت لنا كتزاد. إذن دائما اليقظة والاستباقية اللي هي غتخلينا ربما غادي نقلصوا من هذه الخسائر اللي كنعيشوها في هذه السنوات الأخيرة، اللي كنضلوا نحسبوا في الضحايا ديال المواطنين الأبرياء، وكنقولوا هذا الشيء اللي عطى الله وهذا الشيء اللي عطات الطبيعة. السيد الوزير، هذا الشيء كله ما كنتكلموش على الكوارث الكبرى، الله ينجي بلادنا، بحال التسونامي، بحال الزلازل إلى آخره. وهنا سؤال آخر، أشنو وجدنا من الناحية الاستباقية بالنسبة للزلازل على سبيل المثال؟ نقطة أخرى السيد الوزير وهي شيئا ما تقنية، وهو دوك لي كارت جيوتكنيك، الخرائط الجيوتكنية اللي تساعد باش البلاد ديالنا والتراب ديالها يكون معروف مسبقا، باش يمكن لينا نرصدوا المخاطر ونرصدوا الإجراءات اللي خصها تتخاد. لا كارت دابيتابيليتي، ما عرفتش كيفاش نترجمها، الخريطة ديال التراب القابل للتعمير والاستوطان المشاريع والبنية التحتية للبلاد. انجراف التربة، كنثير الانتباه ديالكم السيد الوزير أنه فوق النفق ديال زعبل الآن هناك جبل يمكن أن يقع انجرافه، والله يسترنا. السيد الرئيس، أتوجه إليكم وإلى الإخوان والأخوات المستشارين، نظرا لشساعة هذا الموضوع ونظرا أيضا يعني تدخل عدة قطاعات ماشي غير التجهيز والنقل، ألتمس منكم السيد الرئيس ومن المكتب ومن السيدات والسادة المستشارين إحداث لجنة موضوعاتية للتوسع في هذا الموضوع نظرا لأهميته ولشساعته. وشكرا. شكرا سيد المستشار. لكم الكلمة السيد الوزير لرد على التعقيب، تفضل. هو السيد المستشار جل هذه الكلمات المفتاحية داخلة، لأنه أنت عارف تباتي غتكون مديرية مركزية في وزارة الداخلية باعتبار إمكانية اللي عندها ديال التنسيق بين مختلف المتدخلين. كاين هذا الصندوق، تفعيل الصندوق ديال محاربة الكوارث. فيما يتعلق بعض الأمور التقنية، أنا ما بغيتش نرجع لهذا الشيء اللي وقع ديال درمشال، لأنه على كل حال حنا كوزارة الجيز والنقل هذه المسألة دابا ديال السائقين وخاصة البطاقة المهنية غيوقع فيها مزيد من التشدد، لأن هناك بعض الأخطاء. أنا دائما تنقول يمكن الواحد يدير خطأ لنفسه هو، وهذا غير مقبول، لكن عندما يكون هناك عدد من المواطنين اللي تحت المسؤولية ديالو خصو يدير هذه القضية ديال لي باغيير، راه مفكر فيها، ماشي الاسم مفكر فيها، ولكن بطبيعة الحال لا أخفيك سيد المستشار أن هذا الموضوع ليس بسيطا، لأنه فيه واحد العدد ديال 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 التعقيدات. اللي كاين الآن هو أننا الآن عندنا واحد المشروع ديال هاد لي بون سوبمرسيبل، هاد القناطر المغمورة
لان هذه غادي تكلفنا واحد العدد ديال الملايير. حنا حسبنا غير بالنسبه لهذه اللي عاجله حوالي 800 مليون ديال الدرهم، حنا نحاولوا نديروا لها الاجراء. هذه القضيه ديال الانجرافات فعلا كانت عندنا هي في الريف، كنا نتصور ان هذا الموضوع متعلق بالريف نظرا لعدم الاستقرار ديالو، لكن حتى في الاطلس الكبير عندنا واحد العدد، وهذه القضيه اللي تتوقع في تشكه مره تدل على هذا الموضوع، ولكن نحن نشتغل على ذلك. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. وننتقل للسؤال الاخير في قطاع التجهيز والنقل اللوجستي والماء، والماء موضوعه رصيف الحاويات بالميناء التجاري لاسفي. السؤال الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تفضل السيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيده والساده الوزراء، سيده والساده المستشارين المحترمين، سيد الوزير، نظرا لاهميه البنيه التحتيه في الارتقاء التنافسيه الجهويه، كنسالكم على امكانيه انجاز رصيف للحاويات بالميناء اسفي لجعله رافعه من رافعات التصنيع والتصدير والتقليص من التفاوتات المجاليه وخلق فرص الشغل بجهه مراكش اسفي. شكرا. شكرا سيد المستشار. لكم الكلمه سيد الوزير الاجابه على السؤال. شكرا سيد المستشار المحترم على هذا السؤال المهم. هذه فرصه باش نذكر بانه الميناء ديال اسفي الجديد يعني في الشق ديالو الاول في المرحله الاولى انهيناه، سلمناه الوكاله الوطنيه للموانئ باش تكمل بعض التجهيزات فيما يتعلق بالرصيف ديال الفحم الحجري، والحمد لله انه تم بطبيعه الحال بامكانيات كامله ديال بلادنا في هذا المجال. سيد المستشار، حنا عندنا واحد الاستراتيجيه مينائيه ديال 2030 وهي اللي حددت واحد العدد ديال الموانئ بالتخصصات ديالها. بالتالي ملي تنتكلموا على الميناء ديال اسفي الان التخصص ديالو هو معدني فوسفاتي، يعني مرتبط بواحد الشق ديال الفوسفات اللي غيدير المكتب الوطني استثمارات ديالو فيه، ومرتبط بالشق ديال الفحم الحجري اللي مرتبط بالمحطه الحراريه ديال اسفي. هل هناك امكانيه لادخال ارصفه هذه الحاويات؟ ممكن. احنا هذا على كل حال هو ليس قرانا منزلا، لانه اذا تغيرت الارويجه والتدفقات يمكن لنا نعالجه. انا تاكدت من هذه المساله في نقاش مع المختصين والخبراء. ممكن الان ما عندناش، لان العدد ديال التدفقات والارويجه ما تتسمحش بهذه القضيه ديال الحاويات، لان الحاويات الى رجعتي للاستراتيجيه عندنا اكادير وعندنا الدار البيضاء وعندنا طنجه المتوسط وعندنا الناظور المتوسط وعندنا الميناء الجديد ديال الداخله، هادو غيكونوا فيهم الحاويات، لكن اذا وقعت متغيرات يمكن، لماذا لا؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. لكم كلمه سيد المستشار في اطار التعقيب. كنشكرك السيد الوزير على هذا الجواب ديالك يعني وهذه التفسيرات وكلامك معقول. حنا اليوم السيد الوزير كنتكلموا على التنافسيه بين الجهات، التنافسيه اللي كتجلب الاستثمار واللي كتخلق الثروه وكتخلق مناصب الشغل. في اطار التنافسيه الشامله السيد الوزير كاين عنصر مهم وهيكلي هو التنافسيه اللوجستيكيه والتنافسيه في البنيه التحتيه اللي تتكون في اغلب الاحيان هي المحدد الاساسي للاستثمار. استمعنا السيد الوزير الارض ديالكم ماليا وكتكلم فيه على استراتيجيات اللوجستي وكذلك استراتيجيه المينائيه للمملكه المغربيه والذي بدا العمل به في 2010، وكان انذاك الخطاب الملكي السامي الذي حتى على تنزيل هاتين الاستراتيجيتين، وانتم راكم تقدمتوا فيهم كما قلتوا السيد الوزير مشكورين. المستجد اليوم باش نجاوب على التساؤل ديالكم السيد الوزير هو التقطيع الجديد للجهات اللي جا في 2015 واللي ضم مدينه اسفي لجهه مراكش، وكان هذا التكتل ايجابي جدا لجهه باكمالها، ولكنه غير المعطيات السابقه اللي تبنت عليها استراتيجيات اللوجستي وكذلك استراتيجيه المينائيه. حيث انه لم يكن كيف قلتي مبرمج رصيف الحاويات الا في عبده دكاله اللي كانت تابعه لمدينه اسفي، وكما قلتي كان هاد كانت فيه الطاقه والفوسفات والبترول، وكان رصيف الحاويات المرسل لجهه مراكش هو رصيف اكادير اللي كان في البول ديال سوس تانسيفت. الاسم تيبين لي كل شيء، سوس تانسيفت يعني مراكش كانت تابعه بالنسبه للحاويات اللي سميتو الاكادير والجهه ديال سوس. اليوم الجهه ديال مراكش اسفي السيد الوزير ما تيمكنش تتكلم على مستقبل تجاري وتصديري ولا صناعي ديال الجهه بدون رصيف للحاويات في ميناء اسفي. بعض الارقام اللي غادي تزيد نعطيها لكم تغذي هذا الكلام ديالكم هو 150 الف حاويه اليوم في الجهه، ما كانتش قبل، وغادي تولي 420 الف وفوق 2040. هذه الدراسه ديال الوكاله ديال اللوجيستيك اليوم اللي كتعطينا هذا الشيء.
تصدير السيد الوزير اليوم 10 مليار ديال الدرهم اللي كانت في 2017 ارقام ديال الاش سي بي. الرصيف السيد الوزير كذلك غادي يساعد على التصدير من بني ملال والرشيديه يعني لا ريجيون لا سو ريجيون، وكذلك غادي يقلص من الاقتضاد اللي كاين في رصيف الدار البيضاء اللي استنفذ الطاقه الاستيعابيه ديالو، وهذا الشيء راه كلشي تيعرفوا. كتعلم كذلك السيد الوزير عدد من المصدرين كيتحملوا الزياده في النقل اليوم وكيصدروا من طنجه، هذا الشيء من اسفي ومن مراكش، وهذا الشيء تيعيق التنافسيه ديالهم. بغينا كذلك نساعدوا المصدرين ديال الجديده وديال الصويره، وهذا الرصيف السيد الوزير بدون شك سيعطي رؤيه لازمه للمستثمرين الصناعيين في مدينه اسفي. حنا بغينا تسترجع الامجاد ديالها وترجع قطب الصناعه في جهه مراكش اسفي. لذا كنطالبكم السيد الوزير بتحيين الدراسه ديالكم انطلاقا من هذا المستجد وبرمجه هذا الرصيف في اجل معقول. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد المستشار. لكم كلمه السيد الوزير رد التعقيب. سيد المستشار يطمئن، اولا الدراسه حنا غنحينوها، لكن هذه القضيه هي مرتبطه بطبيعه الاستثمارات، وانا قلت لك انتم عارفين مزيان هذه القضيه، كاينه ارويجه وكاين تدفقات. طيب ممكن هذه الارويجه والتدفقات حتى هذه اللي تكلمت عليها في نواحي مراكش وكذا وكذا، يمكن لها الان ما عندهاش مشكل تمشي للدار البيضاء ولا تمشي لنا، حنا عندنا شبكه. لا لا، حنا في القضيه ديال لوبتيميزاسيون ديال الانفستيسمون راه عندنا، ولكن انا تنقول لك شتي دابا اذا كانت التدفقات حنا مستعدين هذاك الرصيف، حيت عندنا رصيف تستعمل الوكاله، يمكن لنا نخدموا لهذا الشيء. شنو اللي غادي يديروا؟ غادي غير نعاودوا نقادوا شي شويه الميناء، لكن هذا تيرتبط بهذه القضيه ديال الحجم ديال الارويجه، وهذا معروف لانه ما يمكنلكش دير الرصيف ديال الحاويات، لان دابا حنا عندنا الرصيف ديال الفحم الحجري عنده بلاصتو، وداك الشيء اللي غايدير المكتب الشريف في فوسفات عنده بلاصتو، ميتين عنده بلاصتو، عنده بلاصتو على مستوى المردوديه، والا ما غايديروش. اذا ثبت بان هذه الحاويات كاين طلب عليها، حنا يمكن لنا نعدلوا الان في الاستراتيجيه. انا قلتها استراتيجيه ماشي درناها حنا باش نبقاو واقفين عليها، يمكننا نعدلوا. في نهايه المطاف هو الميناء، لانه حتى في الاستراتيجيه ديال 2030 وفي الحقيقه القطب ديال دكالة عبده كان هو قطب مينائي قطب معدني طاقي، سواء هذاك الشيء اللي غيكون في الجرف الاصفر ولا اللي غيكون في اسفي، ولكن هذا ماشي قدر محتوم على هذه الجهه هذه. اذا ثبت بان هذا المجال ديال الحاويات يمكن يفيد وفيه واحد لو سوي كريتيك، شكرا السيد الوزير. ونشكر السيد الوزير المحترم على مساهمته القيمة في هذه الجلسة الدستورية. وننتقل إلى الأسئلة الموجهة للسيد وزير الشغل والإدماج المهني، وننتهز هذه المناسبة لحضور السيد الوزير لأول مرة لأشغال مجلسنا الموقر، لنهنئ السيد الوزير على الثقة المولوية السامية، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. ونبدأ بالسؤال الأول وموضوعه تقييم برامج التشغيل. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق العدالة والتنمية لبسط السؤال. تفيد السيد المستشار، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمون، السيد الوزير، السيدات المستشارات والمستشارون المحترمون، السيد الوزير المحترم، لا يسعني في البداية إلا أن أهنئكم بهذه الثقة، متمني لكم كل التوفيق والرشاد في عملكم. سؤالنا السيد الوزير هو متعلق بتقييم برامج التشغيل التي تم إطلاقها من قبل وزارة في مراحل سابقة، آملا أن تكون هذا التقييم يقف عند الإنجازات ويقف أيضا عند الإخفاقات، ولعله يكون سؤال فاتحة خير عليكم في تقييم العمل في هذا القطاع. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد المستشار، تفضل السيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا سيد رئيس، عفوا السيد الرئيس، سيد وزير الدوله، السيد الوزير، السيد الوزير، السيد المستشارون. قرب شويه الميكرو سيد الوزير من فضلك. شكرا. اشكر بدايه كنشكركم سيد الرئيس على التهنئه، وكذا السيد المستشار، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما في خير هذا البلد. اشكركم السيد المستشار والفريق المحترم على طرح هذا السؤال المتعلق بتقييم برامج ديال التشغيل في بلادنا. في الحقيقه كاين برامج متعدده، انا ساتحدث على البرامج التي تشتغل عليها وزاره الشغل، والا فان مجموع فان القطاعات الحكوميه لها برامج مختلفه مرتبطه بالموضوع. لدينا ثلاث برامج مرتبطه بثلاثه ديال الانواع ديال التشغيل. البرنامج الاول متعلق بالتشغيل الماجور، وهذا البرنامج هو برنامج ادماج. النوع الثاني من البرامج النوع الثاني يتعلق بتحسين قابلية التشغيل، وهذا البرنامج يسمى برنامج تأهيل.
ثم النوع الثالث اللي هو البرامج ديال التشغيل الذاتي اللي هو مقاولتي. هذه البرامج تقريبا تم اطلاقها في حدود سنه 2006. اللي غنقول لك سيد المستشار ان هذه البرامج تقريبا خضعت كلها خضعت لتقييمات ديال الجدوى والتقييمات ديال الاجراءات ديالها ومدى الجدوى ديالها، واش نيت حنا كنديروا شي حاجه ولا ما كنديروا حتى حاجه. بالنسبه للبرنامج الاول اللي هو برنامج ادماج، الخلاصه ديال التقييم هي كالتالي: بالنسبه للمستفيدين من البرنامج بلغ 40%، ادماج المستفيدين من البرنامج بلغ 40% عند نهايه عقد ادماج 40% مباشره بعد هما هذو لي كونطرا نابيك، و 75% بعد حوالي 12 شهر من نهايه العقد. وساهم البرنامج في تقليص المدة المتوسطة للحصول على شغل دائم إلى 3.7 شهر بالنسبة للمستفيدين مقابل 12.8 شهر بالنسبة لغير المستفيدين. وبتتبع مسار المدمجين أظهرت بيانات التصريح بالأجور لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 66% من المستفيدين من عقد إدماج خلال سنة 2014 مصرح بهم لدى الصندوق بعد تاريخ التوقيع، وأن 55 منهم صرح بهم سنة 2017. ولتثمين هذه النتائج وتحسين الفعالية ديال هذا البرنامج، تم اتخاذ عدة إجراءات تحسينية. أولا تحديد مدة الإعفاء على الضريبة على الدخل من 24 شهر عوض 36 شهر غير قابلة للتجديد، وتحديد نسبة 60% كحد أدنى للإدماج مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنسبة للبرنامج التأهيل، هو الآن موضوع دراسة شاملة تقييمية شاملة متعلقة بال نعم، وإن شاء الله سنوافي جميع المهتمين بنتائج الدراسة. بالنسبة للبرنامج التأهيل، سيد الوزير مع دراية انتهى الوقت، الكلمة للسيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات. نتمنى السيد الوزير بكامل الصدق أن تستمروا في عملكم هذا في عملية التقييم، وتستمروا في بقية الإنجازات، وأيضا أن تستمروا في أن تبدأوا من حيث انتهى الوزير السابق وزير التشغيل السابق السي محمد يتيم، وفي القرار الشجاع الذي تم اتخاذه معية وزير المالية فيما يتعلق بالفساد الذي استشرى طويلا في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ولعل هذا كان إجراء في الحقيقة نعتبره كان إجراء شجاعا. واليوم ونحن نتحدث عن هذا الموضوع لابد أن أستحضر أيضا القانون المتعلق بالتعاضد، مشروع القانون المتعلق مدونة التعاضد الذي بقي عندنا هنا لما يزيد عن 3 سنوات. والرسالة هنا موجهة للسيد رئيس المجلس على أساس أن يسرع عملية الموافقة على مشروع هذا القانون اللي بقى عندنا مدة طويلة. الأمر الثاني الذي نتمنه جيدا وهو إطلاق عملية في علاقة مع الجهات، إطلاق عملية عملية المتعلقة باللقاءات الجهوية للتشغيل، والذي تعتبر الجهات فيه طرفا أساسيا باعتبار أنه موضوع التشغيل هو موضوع أساسي ومن اختصاصات الذاتية أو من اختصاصات مشتركة لهذه الجماعات الترابية. الأمر الثاني في الحقيقة تكلمت السيد الوزير على برنامج تأهيل. احنا اليوم لما كنتكلموا على التأهيل فعلا العدد كان مهما جدا، النسبة كانت كبيرة، ولكن هنا كنتكلموا على عملية الإدماج اللي شرطوا لها أن الإدماج إما أنه في الشغل إما أنه قد يكون إدماجا ناقصا. وهنا رغم أنه دار تحفيزات ودار تشجيعات للمؤسسات المعنية لكنه ظل مع ذلك ناقصا. لكن عملية الإدماج في حد ذاتها عرف التراجع عنه، لا يمكن أن نستحضر هنا ما بين 2019 و 2018 أنها نزلت بحوالي 2000 أو 2000 ديال المناصب الشغل اللي تراجعت. وهنا دائما كنتكلم على أن التشغيل قد يكون ناقصا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد المستشار. وقبل المرور إلى السؤال الموالي، وطبقا للمادة 112 من النظام الداخلي أعلن عن رفع الجلسة من أجل أداء صلاة العصر.
الجلسة جلسة الأسئلة الشفهية، ونواصل مع قطاع الشغل والإدماج المهني، ومع السؤال الثاني موضوعه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كلمة لأحد السادة المستشارين فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بداية لابد أن أهنئكم على ثقة جلالة الملك، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم. وبالرجوع إلى موضوع السؤال، أؤكد لكم أن الحكومة السابقة أعدت استراتيجية وطنية للتشغيل في أفق سنة 2025 ترمي إلى بروالة إجراءات لتنزيل توجيهات دستور 2011 في مجال التشغيل والحد من البطالة. سيد الوزير المحترم، إلى أي حد تم تنزيل هذه الاستراتيجية من طرف وزارتكم؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة سيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا سيد رئيس. سيد المستشار، كنشكرك بدوري على التهنئة، ونتمنى نكونوا جميعا في المستوى ديال التحديات اللي مطروحة على بلادنا. الموضوع ديال التشغيل هو موضوع مؤرق جدا، والحمد لله بلادنا تخطو خطوات إيجابية في هذا الاتجاه هذا، ولا أدل على ذلك من الرقم اللي صدرته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، المذكرة الإصلاحية اللي صلحت بها الأرقام ديالها اللي كانت صدرتها، اللي كتقول أننا احنا اليوم في 8.1 عوض 8.5 اللي كانت صرحت بها. احنا اليوم في 8.1، هذا كان فعلا على أن هناك أشياء إيجابية كثيرة كتدار من أجل الحد من الموضوع ديال البطالة، وطبعا التنمية ديال فرص الشغل. الموضوع ديال الاستراتيجية، فعلا عندنا استراتيجية وطنية تمتد إلى 2025، من المنتظر أن يتم تحيينها وغتمدد الأجل ديالها إلى 2030 بحول الله. هذه الاستراتيجية كانت موضوع التنزيل عبر مخطط وطني للتشغيل، وهذاك المخطط نزل بدوره على شكل برنامج تنفيذي نحن بصدد تنزيله، ويحترم أو لا يستند إلى ثلاث مبادئ أساسية اللي كتعتمد عليها الاستراتيجية أصلا، اللي هي دعم خلق مناصب الشغل، ملائمة نظام التعليم والتكوين مع احتياجات سوق الشغل، تعزيز البرامج النشيطة لإنعاش التشغيل ونظام الوساطة، تحسين أداء سوق الشغل وظروف العمل، ثم دعم البعد الترابي للتشغيل، وهو البرنامج اللي بدأ الآن مع الجهات وغيرها من الفاعلين على المستوى الجهوي والترابي. ونأكد لك أن هذا الموضوع ماشي ديال وزارة الشغل، ولكن هي تقوم بالإشراف على العمل اللي كيدار على هذا المستوى هذا، وكاين لجنة بيوزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة. إن شاء الله من هنا لنهاية السنة غنحاولوا نعقدوا اللقاء أظن الثالث ديالها إن شاء الله من أجل التقييم. شكرا. شكرا سيد الوزير، لكم الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، أشكركم على جوابكم، مؤكدا لكم أننا نعرف جيدا هذا القطاع وثقله السياسي والنقابي، لا من حيث حجم الملفات الشائكة التي تقتضي الحكمة في التدبير ومواجهتها بالرزانة والواقعية المطلوبة، ولا من حيث كذلك طريقة التعاطي مع الشركاء الأساسيين لهذا القطاع. لذا لا بد من إعطاء القطاع المكان اللائق به والاشتغال فيه بهدوء، خصوصا وأنكم تنتظركم أوراش كبرى من قبيل قانون الإضراب الذي أصبح من اللازم الإسراع في إخراجه إلى حيز الوجود، والذي سيساعد لا محالة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذي يجب أن تعتمد مقاربة الخصوصية الجهوية. وأسوق لكم هنا مثال جهة درعة فيلالت التي تعرف أعلى مستويات البطالة في صفوف الشباب في غياب التأطير والتكوين الخاص، حيث طالبنا الحكومة في مناسبة عديدة على سبيل المثال إعداد معهد خاص بالتكوين في مجال المعادن هدفه التخفيف من وطأة البطالة بهذه الجهة الفقيرة. صراحة كنقولوا فقيرة، ولكن الموارد ديالها راه الجهة ديالنا ماشي فقيرة، ولكن الشباب ديالنا تفقروا. سيد الوزير المحترم، تنتظركم ملفات حارقة تعد اليوم أولوية الأولويات وعلى رأسها معضلة التشغيل. في هذا الإطار
اشتغل أسلافكم على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل، أردنا من خلال هذا السؤال إعادة طرحها لأنها تنتصب كقضية مصيرية تؤرق الشعب وتوجد في صلب اهتمامنا جميعاً، خصوصاً أمام تفاقم بطالة خريجي معاهد التكوين، بطالة خريجي الجامعات. لذلك فإن نجاح هذه الاستراتيجية مرتبط أساساً بنجاح الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وبفتح الباب أمام الاستثمار الخاص وتشجيعه وحل كافة العراقيل الإدارية التي تحيط به، خصوصاً أمام تعدد المتدخلين في هذا المجال في أفق إيجاد المزيد من فرص الشغل لفائدة هذه الطاقات المعطلة. وشكراً. شكراً سيد المستشار، كلمة لكم سيد الوزير لرد على التعقيب في حدود الوقت المتبقى. تفضل. شكراً سيد رئيس. سيد المستشار، أنا كان أكد فعلاً أن التشغيل أولوية وطنية، ولا أدل على ذلك من يعني الاهتمام الكبير الذي توليه ليس في الحكومة فقط ولكن جميع المؤسسات ديال البلاد تعتني بهذا الموضوع لآثاره الكبيرة، ليس فقط على الشباب ولكن أيضا على جميع الفئات ديال العمرية اللي في بلادنا، وهو أولوية مطلقة وكبيرة، الأولويات للأسف شديد. لا يمكن أن تتحدث عن التشغيل مستقلا دون الحديث عن النمو الاقتصادي، دون الحديث عن القطاعات الأخرى اللي عندها تأثير مباشر على الشغل، وبالتالي هذا ما يصعب أن نتحدث عن الشغل فقط. لذا فغتلقى في الاستراتيجية أننا حاولنا أن نتعامل مع جميع القطاعات وجميع المتدخلين في جمع مقترحاتهم والمجهود الذي يمكن أن يتدخلوا به في الموضوع التشغيل. وإن شاء الله إحنا طبعا إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بهذا الموضوع ما يمكنش إلا نشتغلوا جميعا بالكيفية اللائقة ببلادنا نزيدوا لقدام. شكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال الثالث موضوعه تسريح العديد من العمال العاملين بمقالع الرمال والمعامل بدائرة قري. كلمة لأحد المستشارين فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لبسط السؤال. سيد الرئيس تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرة، سيدين الوزيرين، الأخوات الإخوة. سيد الوزير، وأنا أبارك تعيينكم من طرف جلالة الملك. سؤال فريق الاستقلالي اليوم، تم تسوية جزء كبير منه بفضل تدخل سيد عامل إقليم الحاجب وسيد كذلك سيد عامل إقليم كناس والمفتشية أو المديرية الإقليمية لتشغيل بمكناس، بتدخلين من سيد الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين تم تسوية هذا الملف. غير أن الشيء بالشيء يذكر سيد الوزير، وسوف نحملكم ونكلفكم مهام إنسانية لا بد، ونحن نرى أنكم أهلا لها. فمنطقة أيتي عزم، الداخل إلى أيتي عزم، قرية أيتي عزم، أقوراي مكناس، تشتم من بعيد رائحة البؤس، الغبن، الفقر المدقع بسبب إغلاق 4 أو 5 ضيعات فلاحية اللي فيهم أكثر من 200 عامل، ما عرفوا عيد، ما عرفوا رمضان كيف الناس، ما عرفوا دخول المدرسة. اليوم الأبناء ديالهم ما استطعوش يمشيوا للمدرسة رغم أن التام دروس في الابتدائي راه تقريبا مجاني. فهنا هذيك الشركة التنمية الفلاحية كتشوف العمال كيموتوا هذه 3 سنوات، والتدخلات من وزارة الفلاحية أصبحت عاجزة، إن لم أقل هي السبب توريط هاد العمال. كاين ضيعتي شرف وجوج ضيعات ديال أجوزال في أيتي عزم، فحرام هاد العمال يضيعوا والشركة التنمية الفلاحية لادا كتشوف والعالم كيشوف. كاين الاجتهادات ديال السيد عامل إقليم الحاجب الله يجازيه بخير رئيس الدائرة، ولكن ما العمل؟ هذه 3 سنين ما بنتش أمل. هل لكم سيد الوزير، ونحن شدوا على أيديكم وعندنا أمل في التدخلات ديالكم لإنصافي واستخراجي أو إرجاع البسمة الأبناء أكثر من 200 عامل
عيب في هذا الوقت ديالنا وحنا مازال كنداريو. هذا صاحبي نعطيه الصفقة، هذا ماشي صاحبي، صاحبي وعطيه الصفقة وأقول له يتهلا في الخدمة يستثمر بناء على النداءات المتكررة إلى جلالة الملك. عيب هذا الشيء اللي كنشوفه. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس، الكلمة لكم سيد الوزير لإجابة على السؤال. سيد رئيس، سيد المستشار المحترم، في الحقيقة السؤال اللي عندي ماشي هو هذا عندك. نعم نعم، ولكن أنا أقول لك الموضوع حتى السؤال الأول، حتى السؤال بالنسبة للسؤال الأول كان نزاع شغل محدود وتم حله بتدخل فرقاء القانونيين الذين يتيح لهم القانون التدخل في هذه الحالة. أما بالنسبة للأوضاع الاجتماعية التي تحدثت عنها في المنطقة، أنا أقول لك أن لا الاستراتيجية ديال التشغيل ولا البرامج ولا باقي البرامج ديال القطاعات الحكومية الأخرى ولا حتى الميزانيات التي ترصد لمحاربة مثل هذه المضايق. كن على يقين أن ما كنشتغلوا بالجدية اللي قدينا عليها وفق الإمكانيات المتاحة طبعا من أجل تحسين الأوضاع هذه. بالنسبة لإنصاف العمال، أنا كنقول أن إنصاف العمال لا يكون دائما بتطبيق القانون، لا يكون دائما بتطبيق القانون، لأنه في تطبيق القانون شنو هو؟ وانا ذاك العامل كيجريو عليه كيمشي المحكمه تتحكم له بالتعويض على اللي كتحددوا مدونه الشغل. ليس دائما انصاف العامل هو هذا، انصاف الاجير يكون اولا بمحاوله ارجاعه الى العمل ما استطعنا الى ذلك، لانه كيتنصف غيمشي المحكمه سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه او اكثر باش تحكم له بعض التعويضات التي يمكن ان تسد حاجته او لا تسد. ولكن في هذا المطاف انا كنقول ان الانصاف ديال العمال والانصاف ديال المستخدمين هو محاوله ارجاعهم لعملهم اولا. ولذا يعني نعول كثيرا على الاخوان في النقابات ان يشتغلوا معنا من اجل ان تكون الاولويه عندنا هي هذه. ما عندنا غرض حتى حاجه الا ان الناس يرجعوا العمل ديالهم ويستقروا في 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 المواقع ديال العمل ديالهم. وشكرا. شكرا السيد الوزير. السؤال الموالي موضوعه الدخول الاجتماعي، الكلمه لاحد الساده المستشارين من مجموعه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لتقديم السؤال. تفضلي السيده المستشاره. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم حول الاجراءات والتدابير التي قامت بها حكومتكم المعدله والتي اصطلح عليها بحكومه الكفاءات لتحسين المناخ الاجتماعي. وشكرا. شكرا سيد المستشاره، لكم الكلمه السيد الوزير للاجابه على السؤال. شكرا سيد رئيس، سيدة المستشارة. هذا الدخول الاجتماعي لهذه السنة أنا كنظن أنه مؤطر بشكل دقيق بالاتفاق الأخير الموقع في 25 أبريل 2019 الأخير، بعد وهو الاتفاق كان الخامس الثلاثي الذي تم توقيعه بين النقابات والباترونا والحكومة، ويحمل مستجدات مهمة جدا. بدأت الحكومة وشرعت حتى قبل الدخول الاجتماعي في تنزيلها. أنا كنظن أن هذا يمكن أن يوفر أرضية جيدة لدخول اجتماعي جيد. ما غنحتاجش نذكر بالتفاصيل ديال الاتفاق الاجتماعي، فيه زيادة في الأجور بالنسبة للقطاع العام، فيه زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وبالمناسبة هذه المرة الثانية تم الزيادة ديال 10% من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص في الحكومة السابقة، وتم الزيادة أيضا مرة أخرى ديال 10% على جوج ديال المراحل 5% 5% في هذه بمقتضى الاتفاق الاجتماعي. تم مؤسسة الحوار الاجتماعي، هناك لجنة عليا، لجنة وطنية، لجنة القطاع الخاص، ثم لجنة جهوية. هذه كلها آليات لتدبير الخلافات، لأن هذا الموضوع، هذا المجال هذا ديال العمل بين الفرقاء في هذا الفضاء هو مجال كتكون فيه الخلافات كثيرة. وبالتالي أنا كنظن أن الاتفاق بالصيغة التي جاء بها والآليات التي حددها ستكون فعالة في تجاوز العديد من الإشكالات اللي فيه اليوم. الموظفين ديالنا خداو 200 درهم إن شاء الله في بداية يناير غياخذوا 200 درهم أخرى، على أساس أنهم ياخذوا في 2021 100 درهم ليبقات في إطار طبعاً دائماً الاتفاق الاجتماعي الاتفاق ديال 25 أبريل. شكراً لكم. شكراً سيد الوزير. كلمة لأحد السادة المستشارين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التعقيب. تفضل سيد المستشار. شكراً سيد الرئيس، سيدة الوزيرة، سيدان الوزيران. سيد الوزير، لابد في البداية أن نهنئكم بتعيينكم على رأس هذه الوزارة، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم، بالخصوص في الملفات اللي مطروحة على مكتبكم.
تكلمتوا سيد الوزير على الحوار الاجتماعي والنتائج ديالو، لكن الحوار الاجتماعي اللي جرى في بداية هذه السنة ما يمكنش نسميه حوار اجتماعي. لا يمكن أن نسمي استدعاء النقابات للحضور في اجتماع ويعرض عليهم وزير المالية قانون المالية والصعوبات المادية والمالية ديال الدولة ونقول لهم الله يهنيكم، هذا نسميه حوار اجتماعي. الحوار الاجتماعي كيخصو يكون حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف. بمناسبة ديال القانون المالية، فالمغاربة كانوا كيتسناو قانون المالية وشنو اللي غادي يجيب، لكن بالرغم من أن الحكومة دائما كتقول بأن القانون ديال المالية هو قانون اجتماعي، ولكن الواقع غير ذلك. فالقانون المالية هو كوبي كولي ديال كل سنة، ولا يخضع إلا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية والتوازنات الماكرو اقتصادية ضدا على التوازنات الاجتماعية. وباش تعرفوا سيد الوزير الواقع الاجتماعي ديال المغاربة فين واصل، كيمكن لكم تمشيو لعند أي مول حانوت وتسولوه. الناس اليوم كيشريو، المواطنين المغاربة كيشري ساشي ديال أتاي مع ثلاثة ديال قطع ديال السكر باش يدير أتاي. بالكثر من هذا المغاربة اليوم كيديروا الكريدي في الصيدليات لأنه ما عندوش باش يشري الدواء. ناهيك على أنه اللي هز الاقتصاد ديال البلاد هما مولي الحوانت، لأنه كيديروا الكريديات المواطنين وهما اللي شوية مخلين الأمور غادية وحافظين داك التماسك الاجتماعي ديال البلاد. لا يكفي أن نقول بأننا كنديروا حوار اجتماعي وبأنه الأجراء عندهم وبأنه الموظفين راه غادي ياخذوا 200 درهم. هاد الاتفاق ديال 25 ابريل اللي الحكومه كترددوا علينا دائما، فكاين اتفاق اجتماعي قبل منه ديال 26 ابريل 2011 والذي لا زال دينا في عنق الدوله، مازال الحكومه ما دارتوش. نحن نعود سيد الوزير على الديناميه والحماسه ديال الشباب اللي باش توظفوها فعلا في حل المشاكل الحقيقيه اللي كيعرفها الواقع الاجتماعي والقطاعات الاجتماعية في البلاد. فأنتم كتعرفوا أنه العديد والزملاء ذكروا أنه كاين العديد من التسريحات ديال العمال والإغلاق ديال المؤسسات الإنتاجية، الشيء اللي كينتج عنه عطالة والمزيد من التكاليف الاجتماعية اللي كتقوم على راهي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة لرد التعقيب. سيد الوزير تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار، كنحييك على الحراره ديال طرح الموضوع، ولكن انا كنقول لك اولا بالنسبه للموضوع ديال الدوره الاخيره ديال الحوار الاجتماعي، هذا تنزيل المقتضيات ديال الاتفاق ديال 25 ابريل اللي فيه جوج ديال الدورات في السنه. دوره في اكتوبر، في شتنبر اكتوبر، تتعلق بعرض المضامين ديال القانون الماليه، والثانيه في مارس ابريل للتقييم. هي هذه الالتزام بهذه الدوره هذه هو فعلا تم عرض المضامين الكبرى والاجراءات الكبرى التي جاء بها قانون الماليه، وتم فتح نقاش. طبيعي النقابه غيكون عندها منطق للنقاش والحكومه غيكون عندها منطق، ولكن الاشياء التي يمكن اخذها بعين الاعتبار كن على يقين انه يتم اخذها بعين الاعتبار، والدليل على ذلك ان النقاش مع النقابات في هذه الدوره هذه كان قبل المصادره الماليه في الحكومه، في مجلس الحكومه. بمعنى لا، راه ممكن تدخل في النهار الساعه عيسى الله يهديك، راه ممكن تعدلوا في النهار، ممكن تعدلوا في نص النهار. وبالتالي هذه هي المغزى ديال هاد الدوره التي تم اقرار لها بمقتضى الاتفاق. انا ولكن بالنسبه للتوازنات الماكرو اقتصاديه كن على يقين، الا ما رعيتيش في هذاك المستوى تتكون عنده تاثير تلقائي على ما هو اجتماعي. ما يمكنش ان نتحدث فقط عن سياسه اجتماعيه بغض النظر او لا بعيدا عن ما هو اقتصادي الذي يكون. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت وننتقل الى السؤال الخامس والاخير في هذا القطاع، وموضوعه تراجع الحقوق والحريات النقابيه ببلادنا. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. السيده المستشاره ورئيسه الفريق تفضلي. سيد الرئيس، الساده الوزراء، الساده المستشارين والمستشارات، سيد الوزير، نسجل أن مسلسل انتهاكات الحريات والحقوق النقابية متواتر، فخرق الحريات النقابية وحق التنظيم أصبح مشكلا مزمنا في بلادنا، بل مشكلا بنيويا. لا زال تدخل في الشؤون الداخلية النقابية وتشجيع على تقسيم النقابات
تقسيم الحركة النقابية والطبقة العاملة يطبعوا العلاقات المهنية. لا زال العمال والعاملات يواجهون سلاح التخويف والترهيب ضد ممارسة العمل النقابي. لا زلنا نستفيق كل يوم على الطرد الجماعي للمكاتب النقابية بمجرد تأسيسها والتضييق على المسؤولين والممثلين النقابيين. باختصار، الهجوم ممنهج على الحقوق والحريات النقابية مستمر على مرأة ومسمع من السلطات العمومية في ظل طبعا التراجعات الحقوقية المسجلة على مستوى الحقوق الفردية والجماعية. شنو كتعتزموا تقوموا به من أجل تعزيز الحرية النقابية سيد الوزير؟ شكرا السيدة المستشارة، لكم كلمة سيد الوزير لإجابة على السؤال، تفضل. شكرا سيد رئيس. سيدة المستشارة المحترمة، غير انا بغيت نعلق على واحد الكلمه اللي هي التراجع. انا كنظن بلان ما كاينش تراجع، يقدر كاين اشياء ما كتعجبناش الى اخره، ولكن ما كاينش تراجع، لان التراجع كيعني اننا وصلنا واحد المستوى معين من الحريات النقابيه، من الحقوق والحريات وغيرها، ونحن نتراجع. انا كنظن ان هذا ليس هو الواقع في بلادنا. كاين بعض الاشياء وبعض المظاهر اللي ما كنبغيوهاش جميعا، لا النقابات ولا الحكومه، كاملين كمغاربه ولكن هي حاصله وهي واقعنا. انا كنظن ان الحريات النقابيه هناك، انا كنتصور انه في المقاولات ديالنا وفي الاداره العموميه اللي كتشتغل فيها النقابات، كنظن ان هناك حدود مقبوله من اتاحه الحريه للنقابيين للاشتغال المنظمات والهيئات المهنيه. هذا مهم جدا، لابد ان نسجله قبل ان نتحدث عن الخروقات. بالنسبه للذي يمكن ان تقدمه وزاره الشغل في هذا الموضوع هو مزيد من تكثيف تفتيشيات ديال المفتشين ديال الشغل والتأكيد ديالهم في الزيارات على هذا الموضوع. انا كنقول لك انا هذا حاصل، يقدر ما عندناش امكانيات كبيره باش نعمموا الزيارات على جميع المقاولات. عندنا اليوم ارقام صغيره في عدد المفتشين ديال الشغل مقارنه مع عدد المقاولات اللي عندنا، ولكن انا كنأكد لك السيده المستشاره اننا ان شاء الله في هذا القانون المالي على الاقل المقبل غنحاولوا ان التوظيفات اللي عندنا غنحاولوا جزء كبير منها المفتشين ديال الشغل اللي ممكن يقوموا بادوار مهمه على الميدان. شكرا. شكرا السيد الوزير، لك الكلمه السيده المستشاره. السيد الوزير، الضمانات على مستوى القانون موجوده ولكن في ارض الواقع منعدمه. شنو موقفكم من قرار توقيف عن العمل اللي صدر في حق 10 ديال اعضاء المكتب النقابي اللي عمال الخدمات الارضيه بمطار محمد الخامس، بعد متابعتهم طبعا واطلاق سراحهم فيما بعد من طرف وكيل الملك، ومازال واحد موقف، وطرد 60 عامل من المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين لا لشيء سوى للدفاع لمطالبتهم بظروف عمل تحفظ الكرامة الإنسانية، وكل ذلك تحت ذريعة أسباب ملفقة، وفي حين أن الأسباب الحقيقية لا دخل للعمال فيها وكتبقى من مسؤولية الإدارة والمتدخلين بالمطار. وطبعا وهذا الشيء كله من بعد رغم كل المبادرات يعني الوديه والمساعي الحميده اللي كتعملها منظمتنا. كيفاش كتفسروا رفض ابي ام تيرمينال طنجي تنفيذ حكم قضائي بارجاع 3 اعضاء من المكتب النقابي؟ اليس هذا استئسادا وتحقيرا للاحكام القضائيه؟ كيف تفسرون تجريم العمل النقابي بمراكز النداء وبهال ايزوسيل بالرباط وكذلك في المناطق الحره للتصدير اللي كتعتبر محميات؟ وكل هذا ما غاديش يفسروا لينا الضعف ديال 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 المفتشين اللي عندك سيد الوزير، وهذه مناسبه ديال القانون الماليه باش تدافع على عدد اكبر وميزانيه اهم. الأذكى من ذلك بان محنه الحريات النقابيه ما بقاتش كتقتصر غير على القطاع الخاص، ولكن كذلك في القطاع العام سواء المؤسسات العموميه او كذلك الوظيفه العموميه. مثال التنقيلات التعسفيه اللي كطال الان موظف في وزاره الماليه لاسباب نقابيه. الى متى ستظل السلطات العموميه تتماطل في تسليم مسؤوليات الايداع وكترفض حتى استلام الملفات القانونيه للمكاتب النقابيه في بعض العمالات بحال تماره؟ والوزير هنا التزم قدامنا، انها في الحقيقه وصمه عار في جبين مغرب رفع شعار الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. حنا في الفريق كنطالبوا منكم السيد الوزير انه تمشيو عمليا اسرع تنفيذ مقتضيات الاتفاق ديال 25 افريل، تعزيز دور مفتشي الشغل وقلتها 288 من القانون الجنائي. سيد الرئيس من فضلك التطبيق على الاتفاقيه 87. شكرا سيد الوزير. تفضل السيد الوزير ليرد على التعقيب. تفضل حتى تبدا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيده المستشاره المحترمه،
غنبدا الكلام، بغيتي الموقف ديالي من الطرد ديال هذوك كلها، غنقول لك ماشي معقول الموقف. ولكن انا نقول لك باش ما نقولش ماشي معقول، خصنا نعرفوا الظروف. انا ما عنديش الظروف والحيثيات ديال كل ملف بدقه باش نصدر 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 حكم وموقف هذا الموضوع. ولكن القانون ياخذ مجراه في جميع الحالات. اما بالنسبه لتنفيذ الاحكام القضائيه، هذا موضوع زعما موضوع عنده الاليات ديالو لاجبار من صدرت في حقه من الاحكام القضائيه بتنفيذها. كاين الغرامه التهديديه، كاين الى اخره، كاين القضاء عنده ما يكفي من الاليات، ما يكفي عنده 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 القضاء ما يكفي من الاليات والمساطير لاجبار المنفذ عليه من اجل الالتزام بالمقتضيات ديال الاحكام القضائيه. هذا ما بالنسبه للتنقيلات التعسفيه في القطاع العام او لا منع او لا تجريم، ما عرفت واش وصلنا، واش يقدر الامر كيتعلق بالتجريم فعلا او لا. بعض المضايقات ممكن، ولكن ان نصل الى درجه التجريم انا لا اعتقد انه ممكن شركه ان يجرم فيها عمل نقابي. يقدر شويه ديال المضايقات هذا يقدر يكون، ولكن الا كاين حالات محدده بلغونا بها السيده المستشاره نقدروا نديروا فيها جهدنا ان شاء الله الى قدينا. بالنسبه للقطاع العمومي ما نظنش ان زعما ما خصش هذا الشيء، ان حصل ما خصوش يكون، وان حصل احنا غنتعاملوا معاه بما يكفي السيده المستشاره. وايضا بالنسبه لتسليم الوصولات، هذا ماشي معقول يكون في بلادنا. واذا كان وان حصل انا راه الاشارات توصلوا بالملف ان شاء الله غنحاولوا نشتغلوا عليه. شكرا. شكرا السيد الوزير، نشكركم على المساهمه في هذه الجلسه الدستوريه. وننتقل الى الاسئله الموجهه الى السيد وزير الثقافه والشباب والرياضه الناطق الرسمي باسم الحكومه، وبدوره نتقدم للسيد الوزير بأحر التهاني على الثقة المولوية السامية، باعتبار ولنا أن هذه الجلسة هي الأولى التي يحضرها معنا السيد الوزير، ونرحب به ونطلب ونتمنى له التوفيق والنجاح والرشاد في مهامه الجديدة. ونبدأ بالسؤال الأول وموضوعه مهرجان الموسيقى العريقة. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. تفضل السي حسن. شكرا السيد الرئيس. كما تعلمون السيد الوزير ويعلم الرأي العام الوطني أن مهرجان فاس للموسيقى العريقة عرف تراجعا كبيرا على جميع المستويات، التدبير والتنظيم والندوات الفكرية، مما أثر سلبا على إشعاعه وطنيا ودوليا، ولا سيما الدورة الأخيرة كانت كارثية بكل المقاييس بشهادة جميع من حضر يوم الافتتاح. سيد الوزير، لذا نسائلكم، ما هي الإجراءات المستقبلية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على إشعاع هذا المهرجان الدولي؟ شكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير للإجابة عن السؤال. سيد الرئيس محترم، سيد مستشار محترم، السادة المستشارين المحترمين، السادة الموجودين في هذه القاعة، أولا أنا سعيد جدا اليوم بأن نبدأ الصلة بكم عن الحديث عن الثقافة. وجوابا لكم السيد المستشار، أن مهرجان الموسيقى العريقة ينظم كما تعلمون من طرف مؤسسة روح فاس والكل في فاس، التي تعتبر هذه المؤسسة هي الراعية وهي المسؤولة عن الوضع وتنفيذ البرامج وليست الوزارة، كما أن الوزارة فقط داعمة لها بدعم خاص بناء على اتفاقيات شراكة. ونعلم أن هذا المهرجان يحظى بتغطية عالمية واسعة من طرف وسائل الإعلام نظرا لقيمة هذا النوع من الموسيقى، ويستقطب عددا كبيرا من السياح في إطار السياحة الثقافية بمشاركة فنانين دوليين قاسمهم المشترك إحياء الموسيقى العريقة أو ما يسمى بالروحية والتراث الأصيل. وفعلا نحن في إطار قطاع الشباب، وحيث وزارة كندويها كلها قطاع الشباب والرياضة والثقافة، لأنه الآن سيدمج هذا القطاع كوزارة واحدة. طبعا مراجعة هذه الاتفاقية وجدت الوزارة أنها العلاقة بيننا وبين هذه المؤسسة هو الدعم، أما المؤسسة فهي جمعية مستقلة لوحدها، لها مجلس إداري ولها كذلك مسؤولين خاصين بالجمع. نحن كيف نتعامل؟ نحن في وزارة الثقافة والشباب والرياضة نتعامل بأننا ندعم
ولكن وفق معايير محددة لهذا الدعم. أنا شخصيا ربما سأتخذ منهجية أخرى في عملية الدعم بصفة عامة، وهي وضع دفتر للتحملات حتى نعرف بالضبط هذا الدعم الذي يقدم لهذه الجمعيات كيف يصرف ومتى يصرف، وبالتالي يكون هو الشرط الأساسي لبقاء هذا الدعم المستمر. وشكرا سيد. شكرا السيد الوزير. الكلمة لكم سيد المستشار في إطار التعقيب. شنو سيدي؟ تفضل من صا تفضل، ماشي مشكل. أن تبقى للمادة 117 من النظام الداخلي، ففي الواقع مبدئيا الكلمات تلقى من المقاعد ولكن في المنصة بإذن من الرئيس. تفضل سيد المستشار. شكرا السيد الرئيس. كنشكر السيد الوزير على هذا الجواب ديالو، ولكن كتعرفوا بني انكم نتوما عضو في المجلس الاداري، في المجلس الاداري اللي كيتكون من وزارتكم ووزاره السياحه ووزاره الصناعه التقليديه وبعض المؤسسات العموميه والشبه العموميه، ولكن مع الاسف الشديد فوزارتكم مسؤوله على هاد المساله. شنو كيوقع وعطيتيني واحد الفرصه باش يمكن لي نتكلم. بالنسبه للاعضاء ديال المجلس الاداري، انا كنتحدى شي عضو في المجلس الاداري بما فيه من نتوما بوزاره توصلتوا ولو بوثيقه قبل او من بعد الاجتماع، حتى بالمحاضر ما كتوصلوش بها، حتى الميزانيه ديال المجلس الاداري ملي كتكون غادي يجي وكدير ما عمر شي عضو كيتوصل بها. اين هي الشفافيه اذا كانوا الاعضاء ما كيتوصلوش بالوثائق قبل؟ والقانون الاساسي اللي كاين بالنسبه للمجلس الاداري 15 يوم خصهم يتوصلوا بالوثائق، عمرهم ما توصلوا. انا كنتحدى شي عضو يقول لك انا توصلت وانتم اعضاء. ملي كنقول كيتكون المجلس الاداري وعلاش كاين هذا الضعف؟ هذا الضعف علاش؟ لان من بعد الوزارات ديالكم شكون اللي كيحضر؟ كيحضر الموظفين في المؤسسات العموميه، شكون اللي كيحضر؟ كذلك الا استثنينا المنتخبين. سيد الوزير، ملي كيكون هذا المجلس الاداري كيترأسو الرئيس بمعيه سيد الوالي ديال فاس، وملي كيكون شي سؤال محرج سيد الوالي ديال فاس هو اللي كيجاوب على هذا السؤال، اذا كن على يقين بان الموظفين ما كيتكلموش، وحتى شي واحد ما كيقدر يطلب شي وثيقه من الوثائق. سيد الوزير، المجلس الاداري اخطر ما كاين هو كاين تزوير في المحاضر. انا كنعرف شنو كنقول لك بالوثائق وبالحجاج. هاد المحاضر اللي كيزورهم السيد الرئيس ملي كيزورهم كيكون تصويت على المكتب ديال المجلس وكيسني هاد المحضر وكيجيب محضر واحد اخر وكيزولو، اخطر ما كاين من هذا هو هاد المحضر، هاد الاجتماع ديال المجلس الاداري اللي كنت حاضر فيه وكاين السيد الوالي ديال فاس حاضر فيه. ملي كنشوفو محضر ديال المجلس الاداري كيتزور وبحضور الوالي ديال فاس، كيفاش يمكننا نمشيو؟ كيفاش يمكننا نديرو؟ سيد انت تاع الوقت السيد المستشار. اذا مع الاسف الشديد شكرا السيد المستشار، نقضوا هذا المهرجان لان كاين تعطيل ديال المجلس الاداري من اجل تثبيت الرئيس. الرئيس عنده محاكمات. انتهى الوقت. الكلمه لكم السيد الوزير للرد على التعقيب. سيد المستشار، السيد المستشار ايوا انتهى الوقت. لكم الكلمه السيد الوزير للرد على التعقيب. شكرا. اولا انا عندي السؤال، ما هي التدابير والاجراءات المستقبليه التي ستتخذها الوزاره للحفاظ على الاشعاع الوطني والدولي الذي يلعب المهرجان؟ انا غنبقى في اطار هذا السؤال. كل ما يتعلق بالاختلالات في مؤسسات خاصه مستقله القضاء هو الذي يحلها، واصلا الملف موضوع في القضاء. وشكرا. شكرا السيد الوزير. ننتقل للسؤال الثاني، دائما نفس القطاع، موضوعه العنايه بالاثار التاريخيه والثقافيه لبلادنا. الكلمه لاحد صدر المستشارين من فريق العداله والتنميه لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، الساده الوزراء المحترمين، الساده المستشارين المحترمين. بدايه السيد الوزير اهنئكم على الثقه المولويه واتمنى لكم التوفيق في مهامكم. سؤالنا السيد الوزير يتعلق بالمواقع والمآثر التاريخية التي تزخر بها مملكتنا والتي تعكس تنوع التراث الثقافي والتاريخي لبلادنا. لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم عن سياستكم للعناية بهذه المآثر وحمايتها وحفظ المهدد منها بالاندثار. وشكرا.
شكرا السيد المستشار، لكم كلمة السيد الوزير للإجابة على السؤال. أولا كنشكر السيد المستشار وتنشكر مجلس المستشارين بهذا الاهتمام الثقافي والتراثي، وهذه عملية أنا سررت بها لأنه لا نتحدث فقط على تراث، وإنما التراث الموجود الآن فهو تراث مادي لا معنوي، لكن تراث مادي في كثير من الدول يدر أموالا طائلة لوزارات المعنية كالثقافة. كنشكرك السيد المستشار على هذه العملية. طبعا بالنسبة للوزارة وضعت واحد الحماية لتأمين المآثر التاريخية ضمن أولوياتها، هذه الفلسفة الخاصة التي وجدتها أنا حاليا وسأتممها مع بعض التحديدات، لأنه كشف الموضوع على المستوى الترابي يتطلب أيضا عمل كبير. إضافة إلى تقييد وترتيب المباني التاريخية والمواقع الأثرية في قائمة التراث الوطني، وبالتالي الوزارة ساهمت برسم في هذه السنة 2019 بترتيب وتقييد حوالي 51 موقعا أثريا وبناية تاريخية. إذن كاين جرد وطني لكي نتعرف بالضبط على هذا التراث ومواقع الجغرافية في أنحاب التراب الوطني. مراجعة قوائم الجرد قصد إخراج السجل الوطني، وهذا غيكون مهم لجرد عام للتراث الثقافي والمواقع الأثرية الحالية والتي ستكتشف فيما بعد. وهذه واحد الخطة تبان لي غنتعاملوا فيها فقط مع الجامعات ومع جميع مراكز أخرى المعنية بها، لأن هذا عمل مشترك، حتى في بعض الدول نجد أكثر من مكون للتعامل مع هذه الأشياء. طبعا كاين تأهيل ورد الاعتبار للمباني التاريخية الحالية، وقد انخرطت الوزارة في عدة أوراش لترميم المواقع الأثرية والمباني التاريخية وأسوار المدن العتيقة. طبعا كاين واحد كاين منها العديد، وخاصة في إطار الشراكة المندمجة التي يرعاها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وقد شملت هذه البرامج كل من الرباط وسالا والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش والصويرة وطنجة والحسيمة، والعملية ستستمر. إحداث عدد من المحافظات بالمواقع الأثرية ومراكز التعريف بالتراث الثقافي، إضافة إلى قيام محافظي ومفتشي المباني بالمراقبة بجهات المملكة. هذا واحد الخطة موجودة، ولكن تحتاج أيضا إلى واحد التحيين وثم التعامل مع الجهات، لأن ممكن الجهات تقربنا، لأن كاين تقريبا واحد الكم هائل من الثروات اللي تكتشف بعد. بالمناسبة أنا حسب علمي هناك أطروحات وأبحاث جامعية حول الموضوع سنحاول نوظفها في قدر الإمكان. نتمنى أن يكون عندنا تراثا موسعا على جميع الجهات يدر الدخل وفي نفس الوقت يكشف التاريخ المغربي الجميل. وشكرا. شكرا السيد الوزير، لكم كلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، كنشكركم على الجواب ديالكم. فعلا التراث الحضاري المعماري السيد الوزير هو مبعث فخر واعتزاز لبلدنا، لأنه دليل على عراقته وأصالته، كما أنه يعبر عن الهوية الوطنية ويصل الماضي بالحاضر، كما أنه قد يساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية إذا تم استغلاله. لذلك السيد الوزير لا يمكن أن نتركه عرضة للضياع والاندثار أو للإهمال. المغرب فعلا التاريخ ديالو العريق، زاخر اليوم بالقصبات، زاخر بالقصور، زاخر بالأسوار والأبواب التاريخية التي هي بمثابة رأس مال رمزي يمثل ذاكرة الشعب ويختزل تاريخه وحضارته وهويته. قلما يتوفر هذا الإرث في بلدان أخرى، لذلك الحاجة ماسة السيد الوزير لحمايته سواء من العوامل الطبيعية أو من العوامل البشرية. المشرع فعلا السيد الوزير كما ذكرت قام بالحماية القانونية كخطوة أساسية في جعل هذا التراث محميا من كل اعتداء. هنا كنتذكر السيد الوزير على الحماية العملية بالصيانة المستمرة والترميمات للمعايير التقنية والفنية المناسبة للحفاظ على طبيعة هذه المآثر التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين كل المتدخلين. لذلك السيد الوزير لابد من التخصيص الاعتمادات الكافية لصيانة وتأهيل هذه المآثر والمواقع التاريخية مع المحافظة على الخصوصية، وهذا مهم، الحفاظ على الخصوصية ديالها الفنية والمعمارية. وهنا لابد السيد الوزير من الإشادة بواحد البرنامج كتعرفوا مدينة مراكش اللي كيتعلق بالبرنامج ديال الحاضرة المتجددة، واللي دخل فيه واحد العدد ديال الترميمات ديال واحد العدد ديال المآثر التاريخية، مثلا الترميم ديال تهيئة جناح المنارة، كاين القبة المرابطية، كاين القصر الباهية، كاين أسوار مراكش والأبواب ديالها،
كاين قصر البديع، وهذه مآثر مهمة جدا. اليوم كتعرف واحد النوع ديال الترميمات، ولكن في نفس الوقت كاين مدن أخرى اللي فيها مآثر تاريخية محتاجة العناية، بحال مثلا القنيطرة، مثلا قصبة المهدية، بحال مثلا إن شاء الله في الرباط، واخا كاين مجهودات تبذل ولكن لابد من المزيد من المجهودات في هذا المجال. كذلك السيد الوزير لابد من اعتماد كما قلت سياسة مندمجة بين كل المتدخلين، لأن ماشي غير الوزارة ديالكم، كاين الجماعات المحلية، كاين الجهات، يعني كاين أطراف أخرى اللي يمكن تكون سياسة مندمجة باش تكون واحد النوع ديال الاتقائية في التدخلات. كذلك التعريف، يعني خطة إعلامية للتعريف بهذه المآثر التاريخية وهي مهم، والإشراك ديال المواطن، يعني التوعية ديال المواطن بالقيمة ديال الحضارية ديال هذه المآثر التاريخ والإشراك ديال المسؤولية سيحافظ على هذه المآثر. السيد شكرا السيد المستشار، لكم الكلمة في بضع ثواني لرد على التعقيب إذا رغبتم في ذلك السيد الوزير. كلمة واحدة، وهو أننا سنحافظ على ما هو موجود بتوفير والدفاع في الميزانية على حصول على ميزانية تساعدنا، وما يكتشف سنوسعه كذلك ونحافظ عليه في إطار واحد الخطة مع المكونات الأخرى، لأن بعض المكونات الأخرى عندهم إمكانيات باش يساعدونا لوجيستيكيين في السياسة الجهوية المندمجة. شكرا. شكرا السيد الوزير، ونشكركم على المساهمة في هذه الجلسة، وننتقل للسؤال الموجه، السؤال الفريد الموجه لقطاع التضامن والتنمية الاجتماعية، وموضوعه ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاستقلال الوحدة والتعادل لتقديم السؤال. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سيدتين الوزيرتين، سيد الوزير، سيدات والسادة المستشارين. السيدة الوزيرة، في الحقيقة هذا السؤال يتجاوز اختصاص الوزارة ديالكم، لأنكم تعنون في الحقيقة بالنتائج ديال المشاكل والاختلالات اللي كاينة في واحد العدد من القطاعات الأساسية اللي هي المسؤولة على المشاكل ديال الفوارق المجالية والاجتماعية، أخص بالذكر التعليم، الصحة والشغل. وكان بودنا حكومة مقلصة جديدة أنه نسمعوا واحد الخطاب مختلف حول يعني التركيز على النتائج ديال هاد القطاعات للوصول الى نتائج مهمه في واحد الوقت ما تبقى من الولايه ديال هاد الحكومه. مع الاسف في غياب تصريح صريح من طرف السيد رئيس الحكومه بعد تشكيل الحكومه، نسائلكم سيده الوزيره حول يعني التفكير ديال الحكومه بخصوص هاد النقطه هذه. وشكرا. شكرا سيد المستشار، لك الكلمه سيد الوزير لاجابه على السؤال. نعم، شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم. اولا كما ذكرتم هذا السؤال هو لا يرتبط بقطاع حكومي واحد، والا فهو نتيجه التقائيه بين مختلف المتدخلين يعني من القطاعات الحكوميه. طبعا قطاع التضامن هو عنده مبادرات في هذا الشان، ولكن لابد ان نؤكد ان اليوم الحكومه من خلال برنامج الحكومي اللي تقدمت به 2017-2021 فيه التزامات واضحه في مجال تقليص الفوارق بين يعني تقليص الفوارق المجاليه، وان فيه التزامات واضحه كذلك في السياسه الاجتماعيه، وان اليوم هذه السياسه الاجتماعيه هذا الامر يعني تزكى اكثر بال قانون المالية، مشروع قانون المالية الذي تقدم به السيد وزير المالية أمس، واللي لاحظت لا شك أنكم لاحظتوا أن هناك التزامات كبيرة وبأغلفة مالية مهمة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالجانب الاجتماعي للتعليم والصحة، ويعني ما لهم علاقة بالفئات الهشة. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة، لك الكلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيدة الوزيرة، بالأمس فعلا استمعنا للسيد وزير المالية اللي قدم مشروع قانون المالية، ما تكلمش على الالتزامات الحكومية ديال 2017، يعني تهرب الحكومة من الالتزامات ديالها، وفي الواقع ما يمكنش توصل النتائج اللي كانت في هذه الالتزامات متعلقة بالشغل. الزميل ديالكم منذ قليل تكلم على نسبة ديال 8% ديال البطالة، ما كايناش، رحنا في 10% وبعض الفئات وصلت 30%. بالنسبة لنسبة النمو، بالنسبة للمديونية، ما تكلمش على السيد الوزير البارح، إذا الالتزامات اللي دارت الحكومة تخلات عليها. احنا بغينا نتكلموا اليوم على هذه النقطة الأساسية، لأننا كنتكلموا على النتائج، أما إمكانيات مرصودة هذه دائما كانت الإمكانيات ترصد ولكن النتائج ماشي في المستوى. الصحة مثلا، قطاع الصحة كل مرة الحكومة كتقول أنها تركز واجتماعية إلى غير ذلك. نحيي لكم على التقرير اللي قدمته الحكومة بمناسبة قانون المالية حول الصحة، عدد ديال الأطباء في قطاع الصحة كان يرتفع إلى غاية 2011، من 2011 لهنا بدأ تنقص عدد الأطباء في قطاع الصحة، اليوم مازال ما وصلش للمستوى اللي كان فيه في 2011. اليوم المشكل ديال الفوارق المجالية والاجتماعية اللي كنتكلموا عليها، بالنسبة للاجتماعية هذاك الشيء اللي كدير الحكومة اللي كيمشي لبعض الفئات في عدد المعوزة والمحتاجة ماشي هو اللي غيحل المشكل ديال الفوارق الاجتماعية. الفوارق الاجتماعية اللي بغينا نقصوها اليوم في بلادنا خصنا نمشيو للطبقة المتوسطة.
والطبقه المتوسطه ما كتمشيش لها الحكومه في البرامج ديالها. الطبقه المتوسطه تعنى بالامكانيات اللي كتادي في التعليم ديال ولادها، في الامكانيات اللي كتادي في الصحه 56% ديال النسبه ديال المشاركه ديالها، في القطاع الخاص 80% ديال الناس كتدير ولادها في القطاع الخاص في المدن. كتهتم اللي كيهم الطبقه المتوسطه هو التي في ا، هو الضريبه على القيمه المضافه، هو الاثمنه في البنزين، هو واحد العدد ديال الامور هي اللي كتهم الطبقه المتوسطه، لان الطبقه المتوسطه هي الوحيده اللي يمكن تحمي الطبقه المعوزه، لان كاين التضامن وكاين الاستهلاك الى غير ذلك. على المستوى المجالي ما بقاش للوقت بزاف، بغيت نفهم علاش الحكومه ما عملتش برنامج خاص واحد جوج ديال الجهات اللي معنيه بالمشاكل ديال هاد الفوارق، اللي هي جهه بني ملال الخنيفره والجهه ديال الرشيديه. كنتكلمت على مركز استشفائي جامعي، 8 سنين وحنا كنقولوا للحكومه دير مركز استشفائي جامعي بني ملال، ولا جواب لا من رئيس الحكومه لا من ثلاثه الوزراء ديال الصحه. وشكرا. شكرا سيد المستشار، لك الكلمه السيده الوزيره لردي على التعقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار، ولكن في الحق سيد المستشار طرح قضايا خصني لها لجنه من الصباح حتى العشيه باش نقدر نجاوبوا على هذه المواضيع، لان كثرتي قضايا كثيره بدءا من التعليم، من وانتم كتعرفوا ان يعني غير المستشفى الجامعي راه خصو بوحدو خصو جواب مفصل. انا بغي نشير المساله ان هذه حكومه ملتزمه، حكومه ملتزمه بوعودها اللي وضعتها في البرنامج الحكومي، وغنعطي اشارات سريعه. اولا بالنسبه لتقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه، الحكومه ماشي غير رفعتها كشعار، بل عندنا برنامج لتسريع تنزيل وتقليص الفوارق المجاليه 2017-2023 بالوسط القروي، تفعيله للتوجيهات الملكيه الساميه في هذا الموضوع، والبرنامج موضوع، والغلاف المالي ديالو 50 مليار موجوده، وان يعني هناك ثلاث برامج اللي مرتبطه بفك العزله على العالم القروي، وتعميم وتحسين ولوج الساكنه للخدمات الاساسيه، وتوفير الشروط اللازمه لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصاديه للمناطق القرويه والجبليه. اذا فهي حكومه ملي كتوضع اهداف كتسعى الى تحقيقها، وما كتبقاش فقط غير تكلم عليها. نضيف سيد المستشار الموضوع المرتبط بالفئات اللي كتستافد اليوم في اطار صندوق التماسك الاجتماعي، هذا منجز كبير ومهم وطال انتظاره. اليوم الحمد لله كاين صندوق التماسك الاجتماعي اللي كتستافد منه فئات في وضعيه هشاشه، الارامل، هذا ماشي كلام، اليوم وصلنا ل 98 الف ارمله تستفيد فعليا، 170 الف طفل يتيم كيستافد من هذا الصندوق. عندنا صندوق التكافل العائلي، هذا كذلك مبادره مهمه اللي من خلالها كيستافدوا نساء اللي هما في وضعيه هشاشه، وكيستافدوا الابناء ديالهم. عندنا مبادره التيسير اللي اليوم كنتكلموا على جوج الملايين المستفيدين. اذا هذه حكومه ماشي غير كتطلق شعارات، ولكن حكومه يعني كتنجز وكتنفذ داكشي اللي التزمت به مع المغاربه، وهي ماضيه في برامجها. شرتوا القضيه ديال بغي نضيف الحوار الاجتماعي اللي كيكلف اليوم اكثر من 14 مليار ديال الدرهم، فاذا هناك التزامات ماشي غير مع الطبقه الوسطى من خلال هذا الحوار الاجتماعي، ومع الفئات الهشه، وطبعا مع طلبه من خلال اليوم طلبة ديالنا كيستافدوا بواحد الدعم اللي كتقدمه الحكومة كيتجاوز 110 المليون ديال الدرهم للتغطية الصحية الإجبارية للطلبة. الحكومة ماضية كذلك في التغطية الإجبارية لباقي الفئات المستقلة. ف شكرا، تبارك الله، الخير كاين والخير أمام. شكرا السيدة الوزيرة، ونشكرك السيدة ونشكر السيدة الوزيرة على المساهمة في هذه الجلسة. وننتقل للسؤال الموجه لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وموضوعه عملية العبور لسنة 2019. كلمة لي أحد المستشارين من فريق الحركي لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. سيد طيب تفضل. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة المحترمة. من المؤكد أن عملية العبور مرحبا 2019 عرفت تحسنا ملموسا مقارنة مع السنوات المنصرمة، وذلك بفضل التدابير المتخذة الرامية لضمان راحة المسافرين وتقليل زمن العبور خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. إلا أن الملاحظ هو تراجع نسبة مستعملي حافلة النقل الدولي. وعلى هذا الأساس نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة عن تقييمكم للنتائج المسجلة خلال عملية عبور مرحبا 2019، وعن التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان حسن سير عملية العبور من وإلى المغرب. شكرا. شكرا السيد المستشار، الكلمة لك السيدة الوزيرة للإجابة على السؤال، تفضلي. شكرا سيد الرئيس، شكرا المستشار المحترم والفريق المحترم الذي طرح هذا السؤال. حقيقة بغيت نتوقف معكم أولا على الدلالة الرمزية لعبور و حقيقة زيارة ما يقارب 3 ملايين من مغاربة العالم هذه السنة، واللي عرفت واحد ارتفاع 3.47 في واحد السياق اللي فيه متغيرات سوسيو ثقافية وديموغرافية مهمة جدا.
هذه الدلالة الرمزية هي أن المغاربة العالم الذين يحيون وطنهم ويسكن وجدانهم حيثما كانوا حقيقة. أولا المغرب كما قلت السيد مستشار المحترم ليس هذه السنة ولكن منذ سنوات هذه العملية التي تنطلق تحت الرعاية الفعلية الرئاسة الفعلية لجلالة الملك حفظه الله وتدخل فيها مجموعة من المؤسسات أولها مؤسسة محمد الخامس للتضامن وزارة الداخلية اللي كدير التنسيق الوطني وأيضا التنسيق مع الشريك الإسباني بالإضافة أيضا لكل المؤسسات اللي كتعني بالنقل وزارة النقل والتجهيز بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى. فهذه السنة عرفت كما قلتم واحد التميز على مستوى الخدمات سواء في المنظومة النقل عموما وأيضا على المستوى الخدمات القرب اللي كتقدم المغاربة العالم أثناء المقام ديالهم وبالإضافة أيضا للشبابيك الواحدة اللي كتكون في كل القطاعات واللي احنا اليوم كنشتغلوا أيضا على تجويدها بأن تقدم أحسن الخدمات في هذا المقام طيب لمغاربة العالم. شكرا سيدة الوزيرة. كلمة لك سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة على هذا الجواب القيم. بداية أتقدم باسم الفريق الحركي بتحية إجلال وإكبار إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن وإلى أفراد الجالية وقوة الأمن على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لتمر عملية العبور في أحسن الظروف. وتفاعلا مع توضيحاتكم ومع هذا الجواب القيم لا بد لنا في الفريق الحركي وكالمعتاد أن نتقدم بعدة ملاحظات ومقترحات قد أبرزها في ما يلي. أولا إذ نهنئكم على الثقة المولوية السامية التي حظيتم بها بتعيينكم على تدبير هذا القطاع الهام، فإننا نتطلع إلى توضيح حول غياب ملف شؤون الهجرة في الهيكلة الحكومية الجديدة عكس النسخة السابقة في وقت بلورت فيه بلادنا بقيادة ملكية حكيمة رؤية استراتيجية لسياسة الهجرة على اعتبار أن بلادنا أضحت بلد استقبال ولم تعد محطة عبر فقط بل أصبحت فيه المملكة شريكا استراتيجيا في المحيط الجهوي والإقليمي بخصوص هذا الملف الشائك. ثانيا العمل على فتح خطوط جوية وبحرية جديدة بما يضمن التنافسية وبالتالي انخفاض الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية المغربية بالخارج. ثالثا نجدد التأكيد أيضا على أهمية اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم خاصة ضمان تمثيليتهم في المؤسسة الدستورية ومنها خاصة البرلمان. كما ندعو في فريقنا إلى إعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للمغاربة المقيمة بالخارج كمؤسسة استشارية تدافع عن مصالح الجالية. رابعا التأطير الديني والثقافي واللغوي للجالية بما يضمن المناعة الدينية والثقافية والهويتية بتنوع مكوناتها وأسسها الدستورية خاصة للشباب ضد موجة التنصير والتطرف والإرهاب. وأخيرا نقترح منح تحفيزات ضريبية وعقارية للجالية لتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم وكذلك العمل على الاستفادة المتقاعدين منهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لضمان استقرارهم بوطنهم الأم. شكرا سيد المستشار. لك الكلمة سيد الوزيرة للرد على التعقيب في حدود الوقت المتبقى. تشعل الميكرو سيد الوزيرة تفضلي. منهجيا سيد المستشار المحترم كما تعلمون أن الآليات الرقابية تتفرع بين سؤال شفوي ولجنة، بالتالي أنا مستعدة نجي للجنة إن شاء الله من أجل أن نبسط ونتقاسم أيضا رؤية الحكومة اللي عندها برنامج 2016-2021 للنهوض بقضايا مغاربة العالم وحماية حقوقهم وتوطيد وتعزيز روابطهم ببلدهم الأصلي ثقافيا ودينيا كما تم يعني تقديمه بالمؤسسة الشرعية. فيما ذكرتموه أنا أقدم بعجالة فيما يتعلق بالشق الخدماتي
نحن نشتغل في إطار ترصيد ما هو قائم من أجل تجويد الخدمات لتصل وتليق بمستوى التطلعات ديال مغاربة العالم. بالتالي غنمشيو للرقمنة، غنمشيو للمؤسسة ديال الشق ديال الخدمات، بالإضافة للشق الجانب الاجتماعي، ونجيو للجنة ونستفيد نتقاسموا أيضا ونتذكروا في كل يعني بشكل تفصيلي في المحور. هناك الشق الشكايات، نعمل هذا الصباح كان عندنا الى حدود بجيت هنايا، نعمل على ان نؤسس ايضا مع وزاره العدل، مع ايضا المؤسسات ذات الصله، لان القطاع هو افقي ما يتعلق ايضا. شكرا. في الجانب اللوجستيكي سنؤسس سيده الوزيره مقام في مستوى تطلعات هذه الفئة من المغاربة. شكرا لكم. شكرا السيدة الوزيرة، ونشكرك على المساهمة في هذه الجلسة، وأشكر الجميع للمساهمة ورفعت الجلسة.